Hello, everybody. Good morning, good afternoon, and good evening to everyone who's tuning in. Hope you're doing well and staying safe. Welcome to the second session of the course, which is about plan design. Today's session will be presented to us by Engineer Mohammed Abdurrahman. Finally, if you have any questions, please drop them in the chat box. And if you want to talk to the instructor, please click on the raise hand button and we will let you talk. Good evening, Engineer Mohammed. The mic is yours. السلام عليكم. اخباركم يا شباب؟ اخبار عاملين ايه؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لمن علمني وانا علمته، اللهم اغفر لوالدينا ولديكم. ان شاء الله هنكمل النهارده السيشن. هنراجع بسرعه قوي على امبارح عشان نحدد بس احنا وصلنا فين وهنكمل ايه. ببساطه كده، انت بيجي لك عايز تعمل بلانت ديزاين، فهتبقى عندك داتا تجيلك من العميل بتاعك وطلبات له وحاجات هو المفروض عايزها وانت تنفذها له. فانت لازم تسأله على حاجات، منها مثلا انت عايز ايه، تعمل ايه بالبلانت دي، هتنتج ايه، طب الخام اللي داخل نوع ايه وشكله عامل ازاي. فلازم تاخد منه شوية بيانات، منها مثلا الكومبوزيشن بتاع الفيد. امبارح عملنا هايز سيميوليشن وقلنا فيه ان فيه خليط فيه نسبة فيبر عالية وعايزين نحطه في ستورج تانك، ولو حطناه زي ما هو كده ضغطه هيبقى عالي على الستورج تانك. في الحالة دي ممكن الستورج تانك ينفجر، فاحنا عايزين نعمل له حاجة بنسميها ستابيلايزيشن. الاستابلايزيشن هي عملية إزالة الفيبر من الغاز، سوري، إزالة الفيبر من الليكويد عشان نخليه ستيبل. يعني إيه؟ يعني زي علبة البيبسي كده، لما تبقى حاطط بترجها فالغازات بتطلع منها فبتعمل فوران. طب أنت لو سبت علبة البيبسي دي كده مفتوحة فترة تطلع كل اللي جواها، الحالة دي هتلاقي نفسك بقت ستيبل وبقت ما فيهاش مشاكل وقادر ان انت تحتفظ بيها. طبعا ده زي ما قلنا في ده بنعمله في السايت عشان نحط الليكويد في التانك. بالنسبه بقى لعلبه البيبسي، انت ممكن تشربها بقى ايه، واحنا كلنا ننبسط ان انت شربتها ونخلص من الموضوع ده. فالفكرة ان انت بيبقى جاي لك طلبات وعايز تنفذها. بنقعد مع بعض كده نفكر احنا عايزين نطلع مثلا LPG ليكوفايد بتروليوم جاز من فليرد جاز. وهي الفليرد جاز دي كومبوزيشن بتاعها ايه؟ لسه سؤال جاي لي من شوية دلوقتي على الايميل بيقول لي هو ليه الريكفري بتاع ال بي جي مش عالي في البلانت اللي انت شغال عليها دلوقتي. بطول ببساطه ان البريشر بتاع الفيد قليل. طب البريشر بتاع الفيد قليل مأثر معايا في ايه؟ عشان مش قادر اعمل اكسبانشن للغاز من بريشر عالي لبريشر قليل، فبرد الغاز اكتر، فالغاز جاي بضغط قليل، فانا مستخدم اكسترنال ريفريجريشن بس. فانا بستخدم اكسترنال ريفريجريشن من غير جي تي افكت. يا جماعه زي ما قلت لكم، اللي مش مدرك التفاصيل دي ما تشغلش بالك خالص، انا بس بفهمك ان في بعض الامثله انت بتاخد داتا من العميل او من الكلاينت او من الشركه اللي انت هتعمل لها انجينيرنج، والداتا دي ساعات بتكون سبب في ان هي تخلي المشروع مش ناجح، او تخليك انت مش قادر تقوم بشغلك، او تخلي الكالكوليشن تقول ان المشروع ده وتكمل بالطريقه دي ما بقاش مشروع ناجح وما ينفعش تكمل فيه. هو ده المقصود بكلامي. دلوقتي بتجمع الداتا من العميل وبتعمل حاجه اللي اسمها البيزس اوف ديزاين، دوكيومنت طويل عريض كده مكتوب فيه الاتي: الشركه دي عامله المشروع ليه، اللوكيشن بتاع المشروع فين، الكومبوزيشن بتاع الفيد ايه، السبيكس بتاع البرودكت ايه، ومذكور ايه الستاندرد اللي هنستخدمه، ومذكور ايه الشروط اللي الشركه عاوزاها. يعني في الشركه تقول لك والله انا عايز المشروع ده يتسلم في خلال 3 شهور، في خلال 6 شهور، في خلال سنة، فبتكتب الكلام ده فين؟ في البيز اوف ديزاين، بتكتب النص الكلام ده، لكنه عقد.
فانت بتحط الطلبات بتاعته في ورقه. من بعض الطلبات ممكن يكون يقول لك الباور، انا مش هديك باور، ولد الباور، اعمل لها جنريشن من جوه حاجتك. يعني انت تخلي الباور تتولد من داخل الايه، الباور تتولد من الغاز اللي انت بتنتجه، انا مش هديك سورس خارجي. ممكن يقول لك والله خد بالك النيتروجن هجيبه لك ليكويد وانت اعمل له ايفابوريشن، او انت النيتروجن اعمل له اكستراكشن من الهواء، الميه هجيبها لك ميه شرب عاديه، الميه هجيبها لك ميه بحر، ميه مالحه، هستخدم كولينج تاور، الاستيم هجيبه لك من هنا. فهو ساعات يحط لك شروط في البيزنس اوف ديزاين، انت بتعمل ديزاين بناء على اللي هو اشترطه عليك في البيزنس اوف ديزاين. بعد ما تاخد منه الداتا وتعمل فريزنج للبيزنس اوف ديزاين، بتدخل على مرحله الكونسبشوال. تعمل ايه في الكونسبشوال؟ بتروح اخد الفيد كومبوزيشن وتقعد تعمل سيميوليشن موديلنج، فتقول والله بص انا حطيت الايكويبمنت دي ودي ودي ودي، خمس معدات، عملوا لي البروسيس الزمني. يجي الكلاينت يراجع زي ما راجع امبارح ولقى لنا ايه؟ قال لنا انت مودي الليكويد على الاستورج تانك حرارته 65، ده الاستورج تانك المسافه بينها وبين البروسيس ممكن تكون 150 متر، فانا هعزل ثيرمال انسوليشن البايب دي كلها. لا انا مش عايز الكلام ده، انا عايزك تبرد لي الناتشورال جاز، سوري الليكويد، لدرجه حراره تكون اقل من 65 اللي هي مثلا نفترض 45 وتر. فانت هتستخدم اير كولر، هتضيف اير كولر زياده على البروسيس. او ساعات يقول لك ايه، احسب لي البريشر اللي انا محتاجه عشان اودي الليكويد ده للستورج تانك. فتحسب الدلتا بي، تلاقي الدلتا بي مثلا 2 بار، يبقى انت كده مضطر اخر نقطه تسليم في المحطه عندك لازم تكون 2 بار او اكتر. فبقى في شروط وبقى في احتياجات في الكونسبشوال ديزاين، وبقيت انت مضطر تعمل حاجات مثلا تعدل تعمل لحد ما توصل للكونسبت التمام. واحد قال لك لا انا مش هستخدم التكنيك ده خالص، انا هستخدم ديستليشن تاور بدل السيباريتور. ماشي، نشوف السعر بتاعه كام ونشوف الكواليتي كام ونشوف الدنيا كام، ولو قدرنا نوصل لنفس النتيجه يبقى كويس، وهكذا لحد ما توصل في النهايه للكونسبت او الشكل العام للبلانت اللي انت عايزه. طب نيجي نبص كده نشوف لقطه كده للبلانت اللي وصلنا لها امبارح. نشوف لقطه للبلانت اللي كنا عندها امبارح بنتكلم فيها. دي كده البلانت اللي كنا شغالين فيها امبارح. احنا كنا شغالين بنقول والله انا عندي فيد بسبيكس معينه، وطلعنا برودكت بسبيكس معينه. الفيد كان الار في بي بتاعته رقم عالي، احنا مش عارفين نحطه في الاستورج تانك، طلعه كده. هتلاقي ال RVP هنا الضغط البخاري ناتج من الفيد ده. النتيجه بتاعتنا في الاخر خالص بعد ما بردنا طلع الضغط البخاري بتاع عندي ال RVP، وحراره المنتج الاخير 45 درجه مئويه، وده شيء كويس ما فيش منه مشكله خالص. خلاص كده احنا عملنا الكونسبت، وفاضل بقى نكمل ايه، نكمل بقيه الشغل بتاعنا. طب انت بعد ما خلصت الكونسبت عايز ايه تاني؟ ايه اللي انت طالبه مننا تاني؟ لا والله الموضوع بسيط، انا خلصت الكونسبت، هبتدي بقى دلوقتي اعمل لك ايه، تفاصيل بقى. هنعمل كوست استيميت خفيف كده ونشوف التكلفه كام تقريبيه بكواليتي 80% مثلا 85%. بعد كده ندخل على طول بقى على ايه، نرسم البي اف دي. انا دلوقتي لو انا بصيت على الهايسس كيس هلاقي ان كل ستريم فيه فلو ريت معدي. الفلو ريت المعدي ده معروف الكميه كام. طب اذا انت بعد ما عملت كده مثلا بقيت عندك الستريم رقم واحد الداتا بتاعته كذا، ستريم رقم اتنين الداتا بتاعته كذا، كل ستريم ماشي فيه فلو ريت معين، ماس فلو مثلا 1000 طن 67 907، الارقام دي كلها اللي تحت دي ارقام بتبين الماس فلو. طب الضغط كام والحراره كام؟ هذا الحراره اهي وده الضغط اهو بتاع الاستريم. يبقى انت عارف كل بايب صغيره ماشي فيها فلويد قد ايه. طيب تعالوا نشوف بقى لما نيجي نرسم البي اف دي بنعمل ايه عشان نرسم البي اف دي. بسيطه جدا، تعالوا نشوف بقى كده ستوب شير، وتعالوا نشوف انا ارسم البي اف دي ازاي.
بروح انا استخدم، انا شخصيا يعني بستخدم الاوتوكاد. فبنيجي انا نقول والله انا كان عندي سيبريتور اهو، اركب له شت داون فالف على الداخل، واركب له بلو داون فالف ياخد الغاز على الفلير في حاله الطوارئ يصفي المحطه، وهركب له بريشر كنترول فالف عشان لو الضغط عالي يطلع على الفلير، واخد الليكويد منه على هيتر، هذا الهيتر اهو، والهيتر عليه فيول جاز لاين بيغذي الهيتر من تحت، وبعد كده في شت داون فالف تاني، وبعد كده بيدخل على سيبريتور، وبعد السيبريتور راح الاير كولر وراح على الاستورج تانك. ايه ده؟ ده نفس الكلام بالظبط اللي احنا كنا بنقوله فين؟ اللي كنا بنقوله لما جينا نرسم السيميوليشن. ايوه، طب ايه اللي فرق البي اف دي عن السيميوليشن؟ في البي اف دي يا شباب بقينا شايفين دوائر الكنترول، يعني بقى فيه هنا في السيبريتور ده مثلا بقى فيه كنترول لوب بيتحكم في الضغط بتاع السيبريتور عن طريق فالف، وبقى فيه ريليف فالف اهو بريشر سيفتي فالف، وبقى فيه شت داون فالف على الداخل. ايه ده شت داون فالف ده؟ ايه شت داون فالف ده؟ حلو قوي. بعض الناس ممكن تكون معانا دلوقتي ما شافش شت داون فالف قبل كده، ما شافش حاجه زي دي قبل كده. انا بركب حاجات في البلانت عشان احمي البلانت بيها. هتلاقي عندك شويه حاجات كده لازم برضو ايه تبقى انت اخد بالك منها. لاحظوا بقى معايا كده، ستوب شير وبعدين نشير تاني، بس هناخد ايه الساوند بتاع الجهاز. اوكي حسن. لاحظ السرعه بتاعت الفتح والقفل بتاعته. كويس قوي. بص يا شباب، ده كده بنسميه شات داون فالف باتر فلاي تايب، وده اللي موجود بنحطه على داخل البلانت. طب انا بحط اللي زي ده على داخل البلانت اعمل بيه ايه؟ عشان حضرتك لما يحصل حاله طوارئ الجهاز ده او الفالف ده اللي هو بقى هنشوفه دلوقتي اهو يجي قافل، يحمي البلانت من ايه؟ من الكوارث، فيقفل الداخل. طب والخارج؟ يقفل الخارج. طب والغاز اللي محبوس؟ يجي فاتح واحد كده بقى بيكون مقفول في النورمال اساسا ويجي فاتح على الفلير، يبقى الغازات اللي جوه البلانت كلها تتاخد وتطلع بره على الفلير، تطلع بره على الفلير عشان نصفيها ونخلص منها قبل ما تعمل كارثه. يبقى انا يا شباب اللي بعمله في البي اف دي في البروس فلو دايجرام ان انا بعمل توصيف للشت داون فالفز، بلو داون فالفز، كنترول فالفز، ريليف فالفز. الليفل اللي جوه السيبريتور بعمل له ليفل كنترول فالف. طب تيجي نعدل تعديله كده، يعني نعمل اي حاجه كده اكننا يعني ايه هنضيف حاجه يعني، فاهم؟ كويس قوي. بص بقى، انا عايز اشيل الشت داون فالف ده، اعمل له ديليت يا اخي، وصل الوصله دي كده تاني. طب انا رجعت في كلامي وعايز ارجعه تاني، ماشي يا عم، هات كده كنترول سي اهو وبعدين كنترول في وهنركبه هنا. ايه ده بس الخط اللي معدي من النص دول؟ اعمل يا عم تريم واضغط كده كليك وروح كده شال الدي، شال الدي، شيل اللي في النص بقى كده، راجع يتظبط اهو. طب انا عايز انا عايز بقى ايه اركب مثلا شت داون فالف على خارج البامب دي. ماشي يا سيد، خلاص هنروح ناخد دي كده بره شويه، نعمل لها موف يمين شويه مثلا كده بره اللوحه مش مشكله، ونجيب الشت داون فالف بتاعنا اهو، وناخد الخط ده كده نمده كده. ايه ده؟ ايه ده؟ شغل بلدي خالص. مش مهم، ما تاخدش بالك، المهم سيادتك دلوقتي بقى انا عندي في شت داون فالف راكب على الخارج اهو، وده الفالف راكب. والبي اف دي بيترسم كده يا عم، ارسمه كده وخلاص، ده زعلان ليه؟ ارسم بي اف دي بالشكل. طب هجيب السيمبلز دي منين؟ السيمبلز اهي، هذا الفالفز كلها قدام حضرتك اهي. طب عايز هيتر؟ هذا الهيتر. طب عايز كومبريسور؟ هذا الكومبريسور. طب عايز تاور؟ كل التاور. عايز اي حاجه موجوده هنا، زعلان ليه؟ ده في جدول هنا بيقول لك كمان ان انت عندك مثلا كلمه فلو وسويتش اف اس، كلمه فلو وترانسميتر اف تي. ايه ده يعني؟ الاختصارات اللي في البين دي كلها موجوده قدام هنا. ايوه موجوده قدامك هنا، بس احنا بنرسم دلوقتي بروسس فلو دايجرام.
بروسيس فلو دايجرام عشان نوضح المشروع بتاعنا اللي احنا شغالينه. بعد ما بترسم البروسيس فلو دايجرام، عايز ترسم الماس بالانس، عايز تعمل ماس بالانس، بتروح للهايسس وتاخد منه، هناخد المشروع بتاعنا بقى، سيبك من المشروع ده، وتاخد منه شويه الداتا اللي انت عايز تطلعهم، وبيكونوا طالعين من هنا من المكان ده. او بتروح طبعا في بعض التفاصيل انا مش بشرح يا جماعه، كورس هايسس الله يخليكم. فبالتالي انت هتاخد الداتا بس، ممكن تاخد الكومبوزيشن طبعا. هنا عملنا كده مثلا، ادى الستريمز كلها وطلعناها على الاكسل شيت مثلا، بقى اكسل اهو، بقيت كل ستريم عارف تفاصيله، كل ستريم اهو بقى فيه تفاصيل الستريمز اللي عندي كلها بالكومبوزيشن بتاعه بكل تفاصيله. حطها بقى ايه اللي انت سميتهم من 1 لـ9 دول، او من 1 لـ10، هم دول الستريمز اللي هيبقوا على الهايسس مثلا في الكيس بتاعتنا. فين الكيس بتاعتنا؟ اهي ادي الكيس بتاعتنا، كيس الهايسس بتاعتنا اللي احنا شغالين عليه. فبقى عندك ماس بالانس دوكيومنت، وبقى عندك بي اف دي، روح بقى اعمل البي ان دي. طب هنعمل البي ان دي ازاي؟ زي ما عملنا البي اف دي بالظبط، هنروح نعمل بي ان دي. ادي يا سيدي السيبريتور الاولاني اللي احنا بنتكلم عنه. بص بقى، تعال اتفرج بقى معايا كده وشوف الشت داون فالف اللي كان حته بتاعنا نسخناها وراحت وجت كده ولا حاجه خالص، بقى ايه دلوقتي؟ ده بقى قصه كبيره قوي. ده بقى فيه فالف 8 بوصه، وحاجه اسمها فول بور اف بي، ولوك اوبن، وفول اوبن، وفيل اوبن قصدي، وشت داون فالف، وفوقيه سولونويد، وفوقيه مش عارف ايه. ايه ده الكركبه دي كلها؟ هو في الواقع كده؟ تعالوا نشوف في الواقع عامل ازاي. انا يا جماعه بحاول اقرب لكم الواقع اللي موجود في ستيجز الديزاين، اقربه لك عشان انت وانت بتتخيل معايا وانت بتعمل بلانت ديزاين بيتعمل ازاي، اكنك عايش، اكنك قاعد معانا في المكتب بتتفرج. طب تعال نبص كده على بعض المعدات مثلا. بص كده، دي اكويبمنت اهي، دي على فكره اللي احنا بنتكلم عنها. انا هوقف الصورة هنا عشان افرجك الشت داون فالف اللي قدامك ده، هو مش حتة بتاعه وخلاص، ده الشت داون فالف ده فلانج قبله وفلانج بعده اللي هي مربوط فيها المسامير دي، واكشويتر فوقيه اصفر، ووصلات وكابلات وحاجات. فلما اجي انا ارسمه في الاوتوكاد مثلا في البي ان دي دي بيترسم كده. طب ده معمول له باي باص اهو، في باي باص عليه، في خط كده لف حواليه، وهو اللي في الصورة في الفيديو مالوش، دي حاجة ودي حاجة تانية. فاللي عايز اوضحه لك ان اللي انت بترسمه في لوحه البي ان دي دي قدام عينيك كده، بيروح واحد يعمل كونستراكشن يجي بنيه ولحمه زي ما انت شايف كده. فانت لو عملت حاجه غلط في الرسمه بتاعتك، هو هيعملها غلط في الموقع، فالديزاينر مسؤول مسؤوليه كامله عن غلطه الراجل بتاع الكونستراكشن، طالما الراجل بتاع الكونستراكشن حط اللي انت رسمه في اللوحه بالظبط. عشان كده وانت شغال بترسم مثلا تقول ايه، هو لو الفولف ده باظ هنعمل ايه؟ ده انا ممكن الفالف ده كده اشيله من مكانه كده خالص، اشيله كده خالص، اطلعه كده هو وحاجته كلها. ايوه. طب وبعدين دلوقتي البلانت هتشتغل ازاي؟ الفالف ده والفالف ده كده هقفلهم، والفلو يمشي منين؟ يمشي من الباي باس اللي هو الخط الباي باس اللي قدام ده. تاني كده، تعالوا ناخد اللوحه دي كده بره كده شويه، ناخدها بره. فانا دلوقتي وانا بعمل ديزاين ببقى عامل حساب ان في بعض الحاجات اللي انا لازم اراعيها شويه وانا شغال. يعني انت بتعمل ديزاين، بترسم بي ان دي دي، انت مش بترسمه، مش بترسم لوحه وبتنقل لوحه، لا، انت بتعمل ديزاين عشان هيجي واحد بعدك ينفذ اللي انت طالبه، ولما ينفذ اللي انت طالبه ممكن يعمل بلوه، يعني ممكن يعمل حاجه اصلا يعني عكس اللي انت طالبه خالص. فنيجي هنا مثلا نلاقي الراجل ايه، مثلا الفلو زي ما قلنا، لو انا الفولف ده عندي عايز اشيله ارميه اصينه اعمل له صيانه، فانا هقفل ده واقفل ده واخلي الفلو بقى يمشي ازاي. الفلو يمشي كده، يبقى انا اثناء المينتنس للفولف ده اللي انا شغال عليه ده، اثناء المينتنس بتاعه البلانت تنفع تبقى شغاله.
طب انت عامل دي ليه؟ ايوه، ما هو انا وانا متفق مع الكلاينت في البيزنس اوف ديزاين قال انا عايز يبقى في مينتينابيلتي للبلانت. يعني ايه مينتينابيلتي؟ يعني البلانت من ما احب اعمل لها صيانه اعرف اعمل لها صيانه. وافرض انا مثلا راجل غشيم شويه، قلت له لا يا عم والله يعني انا مش هعمل لك اللي انت عايزه ده، انا هشيل البايظ ده خالص كده وهلغيه، هشطبه خالص كده ما مش موجود. يبقى لما الفالف ده يعطل البلانت شت داون، كل ما فالف يعطل البلانت شت داون، يبقى المينتينابيلتي بتاعت البلانت راحت في داهيه، او الاوبرابيلتي بتاعت البلانت باظت. فهمنا الفكره يا شباب؟ لما تيجي بقى ترسم البي ان دي، طبعا دي محاضره انا عايز اقول لك احنا هنقعد لو في وقت هنقعد فيها كتير جدا جدا جدا، اعلمك ازاي. وعشان اعرفك بس انا كنت محضر لك ايه عشان موضوع البي ان دي ده، انا هجري لك كده البي ان دي الكورس اللي انا ايه كنت مجهزه لك، او الحاجه اللي انا مجهزها لك، والله قدرت اشرحها بالتفصيل اشرحها، ما قدرتش البرزنتيشن دي حديها لك واقول لك اتفضل اقعد بقى انت ايه اتعلم هنا بقى مثلا اللوحه الصح بتاعته بقى يمين عدله ولا هورزونتال ولا فيرتيكال ولا ايه بالظبط، الرسمه تبقى شكلها عامل ازاي، وانت بترسم بتعمل ايه، كل تفصيله بقى في البي ان دي هعرفها لك لو جات لنا الفرصه ان احنا نشتغل عليها. طب انا ليه بجري كده؟ لان انا في سكوب لازم اخلصه معاك، مش هينفع ان انا ابقى فوتت حاجه منه، مش هقدر اسامح نفسي بصراحه لو ما اديتكش الحته كلها. طب الحته بتاعت البي ان دي دي نشرحها وهتاخد حقها ان شاء الله، ولو ما لحقناش انا وعدتكم ان شاء الله انا بنعمل سيشن ليتر بعد كده ان شاء الله للدروين كلها، ناخد الدروين كلها من اولها كده ونشتغل عليها. طيب انا دلوقتي عايز اعرف ترتيب الدوكيمنت مين قبل مين. انت دلوقتي قلت لنا بنعمل بيزنس اوف ديزاين، بعد كده بنعمل سيميوليشن، بعد كده بنعمل ماس بالانس، بعد كده بنعمل بي اف دي، بعد كده بنعمل بي ان دي. طب انا الترتيبه دي افهمها ازاي؟ بص يا سيدي الفاضل، اللي قدامنا ده البروجكت بلاننج، تمام كده؟ البروجكت بلاننج، ستوب شير كده عشان اطمن ان كله بيعمل شير. البروجكت بلاننج قدامنا، بروجكت بلاننج وانا شغال في البروجكت بيبقى في حد كده قاعد يقول لي ايه خد بالك اديني في الاول كده انت هتمشي بسيكونس عامل ازاي. يعني ايه؟ يعني رص لي كل الدوكيومنت المطلوبه منك مثلا هنا كلها، اعمل لها ليستنج هنا كل الدوكيومنت. هو هنا الدوكيومنت بس؟ ايوه حضرتك، بص بقى هتلاقي هنا هنا الانجينيرنج ديليفرابلز، يعني دي الدوكيومنت المطلوبه في المشروع ده، وهنا المعدات هتروح السايت، وهنا الكونستراكشن، وهنا الكوميشننج والبري كوميشننج، وبعد كده الستارت اب. فهتلاقي ايه مثلا اول دوكيمنت من غير ما ابص كده اسمه بيزنس ديزاين، خد الوقت ده. طب الوقت ده خده في ايه؟ عملتله جنريشن ورجعته، بمجرد ما يبقى فاينل هتلاقي كده ايه تاريخ الفاينل بتاعه، مفيش اي حاجه اتعملت في المشروع غير الموضوع ده. احنا ما عملناش حاجه تقريبا في المشروع غير الخطوه دي بس. يعني ايه يا عم؟ يعني مفيش حاجه حصلت في المشروع غير الحته دي. والناس اللي بتاعت المشروع وبتاع كل الناس دي قاعده فاضيه، عشان كده لما تيجي تبتدي مشروع يبقى له حاجه اسمها الاس كيرف. ايه الاس كيرف ده؟ الاكتيفيتي في البدايه بتبقى مايله حاجه بسيطه خالص كده. بعد كده تزيد، بعد كده تميل تاني. ايه الميل ده بقى؟ ده المانورز اللي شغالين في المشروع. المانورز هنا زادت قوي وبعدين هنا قلت بقى كايه؟ كانكريزنج ريت. يعني ايه يا عم الحاج الكلام ده؟ يعني انت سيادتك في بدايه البروجكت بيبقى عندك ليست بتاعت الدوكيمنت اهي حطيناها، وبعد ما حطيتها حطيت تاريخ كل واحده، الستارت ديت والاند ديت، وانت بتحط التواريخ في ديبندنسي. يعني ايه؟ يعني في حد بيخلص حاجه تانية تبتدي. طبعا هو لها اسماء تانية بتوع البلاننج بيقولوها وانا مش عايز اقولها بصراحه، لان انا مش عايز احط نفسي في مكان ان انا اشرح حاجه انا ما فهمش فيها كويس. لكن انا بوضح لك، انا لما بقعد مع البلانر ونتخانق مع بعض الخناقه بتبقى عامله ازاي. هم يقولوا لي انت قاعد الفتره دي كلها في المشروع ما فيش اي اكتيفيتي خالص غير البيزنس اوف ديزاين، ما تشوف لك حاجه تعملها هنا، سوي الارض يا عم، خد سامبل من التربه،
اعمل اناليسز للكومبوزيشن، اعمل مش عارف، خد افرد الارض، اعمل طريق. على ما نخلص بقيه حاجه يبقى المشروع ايه فاضي هنا. فهم ينبهوني ان خد بالك ده الفتره دي في بدايه المشروع حوالي اسبوعين ما بنعملش حاجه خالص، انت كده المشروع بتاعك مش هتلحق تخلص حاجه في ميعاد. فخد تاسك من اللي هم معطلين الدنيا هنا دول وانقله هنا. الحاجه الثانيه، هو انت ليه اخد اسبوعين في البيز اوف ديزاين؟ ما تقعد مع الراجل، اقعد بات عنده لحد ما تخلص البيز اوف ديزاين. لان خد بالك البيز اوف ديزاين دي بقت كريتيكال باس. ايه كريتيكال باس دي بقى؟ ايوه، ما هو سيادتك اللون الاحمر ده معناها ان التاسكات دي هي اللي معطله المشروع. بص التاسكات ماشيه ورا بعضها ازاي؟ لو وفرت وقت في التاسكات اللي باللون الاحمر دي المشروع ينضغط ويتعمل في وقت اقصر. طب في تاسكات تانيه فلوتد كده تزيد وتقل مش مشكله. فانت بتقعد مع البلانر اللي شغال معاك وتقعد بقى ايه؟ تتخانقوا مع بعض بقى خناقات للصبح لحد ما تبقى توصل لصيغه انك قادر تنفذ المشروع في ديوريشن مظبوطه في تايم مظبوط كتوتال تايم للبروجكت. يبقى انت كانجينيرنج فيرم بتعمل ايه يا عم؟ والله بتروح تغذي الجانت تشارت اللي قدامنا ده، اسمه جانت تشارت، بالدوكيمنت المطلوبه بتسلسل الدوكيمنت. يعني ده يخلص ده يبتدي، ده يخلص ده يبتدي، في حاجات تشتغل مع بعضها بارلل مفيش مانع، بس ايه اللي ينفع يشتغل مع بعضه بارلل؟ يعني بص بقى السلايد اللي هي نقرب الصوره شويه كده عشان انت قاعد تكلمنا في مشروع مش شايفين من الشاشه حاجه. مش مهم تشوف يا جماعه الشاشه، يعني مش ضروري قوي تشوف البتاع، انا بشرح لك والكلام اللي انا بقوله هو اللي انت هتشوفه. يعني عند البيزنس اوف ديزاين اهي خلصت بالتاريخ ده، ابتدى البروسيس سيميوليشن. بعد ما البروسيس سيميوليشن خلص ابتدى البروسيس فلو دايجرام. بعد البروسيس فلو دايجرام ما يخلص ابتدى البي اند اي دي. خد بالك هو شغال في البي اند اي دي عمل ايه؟ ابتدى في الكوز اند افكت. بعد ما خلص الكوز اند افكت والبي اند اي دي راح عمل الهازو. خلص الهازو هتلاقي الهازو تحت نازل. بعد ما خلص الهازو ابتدى كونستراكشن. في حاجات شغاله بقى بايب تاي ان ليست، شغاله اكويبمنت ليست، فاونديشن دروينج، ابتدى ايه قاعد يعمل حاجات ثانيه ان بارلل مع الحاجات بتاعت البروسيس دي. يبقى هو قاعد شغال بالسيكونس ده. طب واحد بقى عايز يعرف السيكونس بتاع الدوكيمنت ماشيه ورا بعضها ازاي؟ يا سيدي الفاضل لو مشيت ورا السيكونس بتاع الحاجات دي وهي ماشيه ورا بعضها ازاي كده، وتواريخ اصدار المعدات الدوكيمنت، تاريخ الانتهاء والديوريشن بتاع كل واحد، هاو ماني دايز اتخذت التاسك ده عشان يخلص، هتفهم بالظبط السيكونس ماشي ازاي. وبعدين تروح بقى لمرحله ايه؟ الكونستراكشن، السيفل ورك والبتاع والالكتريكال ورك والانسترومنتيشن والميكانيكال ورك، وبعد كده الميكانيكال والهايدرو تيست، وبعد كده خد بالك الستارت اب ديت هتلاقيه فين؟ اهو اخر يوم كده هتلاقيه، هو ده الستارت اب. مفيش حاجه بعده، ده اخر حاجه، هو ده بقى اليوم اللي بنعمل فيه حفله. فالبلاننج هنا مهم جدا. طب انت بتعمل البلاننج ده ازاي؟ انا انترست ان انا اوريكم فايل كده، لان برضو ايه الموضوع، طبعا بعض الناس ممكن تقول لك الموضوع ده سهل. هو سهل بس ايه، انت هتبقى ياخد زي ما قلنا يا جماعه، لما بتتكلم على الاوتوكاد بتتكلم على الاوتوكاد انك تفهمه، تفهم بس تعمل الحته بتاعتك. لما تيجي تتكلم على البلاننج انت هتفهم ازاي تعمل الحته بتاعتك. يعني انت ممكن ايه تدخل شويه بيانات مثلا بيز اوف ديزاين، بدل ما هي بتاخد 5 ايام هنديها 20 يوم. بصوا بقى على ايه، على الجانت تشارت بعد ما اكتب 20 يوم كده، بص هتلاقيه فرد. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ اه ما انت لو خدت 20 يوم المشروع كله اترحل. طب المشروع كله بيترحل ليه؟ لان هي كريتيكال باس لونها احمر. طب ما تيجي نديها 3 ايام. ايه ده تراجع التاني. طب تعال ناخد تاسك كده من ده مثلا اللي هو كوز اند افكت. معلش يا باشمهندس اتفضل. هو السلايد واقفه عن البروجكت بلاننج، تمام حاجه فمش طيب تمام. ماشي ظهرت كده جانت شارت، هي بتحمل تمام كده ظهرت. طيب ممتاز. طيب خلاص يبقى ناخد المثال ده تاني. انا جيت مثلا على بيز اوف ديزاين وجيت مديها 20 يوم، بصيت لقيت البتاعه دي فردت فرده تمام. طب جيت نديها 3 ايام المشروع كله اترحل. ليه؟ لان اللون الاحمر اللي قدامنا ده ده الكريتيكال باس، ده هو اللي معطل المشروع. لو انا قللت في التاسكات اللي باللون الاحمر عمر المشروع يظهر. طب تعالوا ناخد تاسك كده مش مقلل المشروع مثلا زي كوز اند افكت اهو، 1 دي خليته 3 ايام عادي. طب خليته 20 يوم هتلاقيه هو بقى ايه تحول الى مارد، بقى هو من ضمن الكريتيكال باس، وحاجات تانية اتقلبت لانه خد ديوريشن كبيره جدا اثرت على توتال تايم ديوريشن بتاعه المشروع، توتال تايم بتاع البروجكت نفسه. من الاخر كده خد بالك لو الجانت تشارت هنا او كوز اند افكت عدى البي ان دي، يبقى هو هيبقى كريتيكال باس، والبي ان دي مش هيبقى كريتيكال باس لان هم بعدين مع بعض تاني.
انت بتعمل ايه؟ انت بتسلم الراجل بتاع البلاننج، بتقول له خد بالك انا هاخد في الهزوب مثلا 10 ايام، وهاخد في دي 3 ايام، وهاخد في دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا. هم بيبقوا فاهمين على فكره ازاي يرتبوا الترتيبه ورا بعضها، وازاي يقول لك خد بالك انت لود المشروع هنا. هو بيبقى شايف التاسكات دي برؤيه تانيه غير رؤيتك انت، شايف هنا تاسكات ورا بعضها. هو بيعمل اناليسز معين عشان يحط ريسورسز كمان، يعني يقول لك خد بالك انت محتاج 10 مهندسين يبتدوا معاك المشروع، وفي نص المشروع هتحتاج 50. فخد بالك ايه، اعمل حسابك من دلوقتي ان في تاريخ مثلا يوم 10/4/2023 هنحتاج نعين 5 كمان عشان على ما يجون المشروع يكون كذا كذا كذا. بيبقى قاعد يمانج الريسورسز، يمانج الحاجات، وقاعد الكلام ده كله شغال معاك بقى ايه بالتوازي، وكل يوم بيتكلم مع كل حد في المشروع، لان خد بالك هو بيبقى المكتب الوحيد او المكان الوحيد اللي شايف البروجكت كله. انت بتبقى شغال في السيميوليشن، وغيرك شغال في البي ان دي دي، وده شغال في الكونستراكشن، واللي بيعمل المواسير بيلحمها، واللي بيعمل كذا، كل واحد شغال في حتته ملوش دعوه بالتاني. المكتب الوحيد اللي شايف المشروع رؤيه كامله المكتب بتاع البلاننج، قاري الليله كلها، ويقدر يقول لك خد بالك احنا بيهايند سكيدول، خد بالك احنا هنتاخر، خد بالك احنا ماشيين كويس، اضغط في الموضوع الفلاني عشان تسرع المشروع اكتر، خد بالك الحته دي لو عملت كذا. بيبقى عامل زي ضميرك كده كل شويه يقول لك خد بالك انت ايه ما صليتش العشاء، خد بالك انت عندك مش عارف كذا، خد بالك انت. واهم حاجه بيعرفوا يعملوها بقى ان هو يقول لك مثلا خد بالك الهازوب ديت كذا، الهازوب ديت يوم الثلاث الساعه 5، فانت يوم الثلاث الساعه 5 تجهز نفسك عشان تعمل هازوب. بيبقى محدد لك بالظبط الميعاد بتاع كل تاسك هتعمله ازاي وهياخد وقت قد ايه. هنا هنلاقي نفسنا معانا مهندس ميكانيكا، معانا مهندس سيفتي، معانا مهندس بروسس، معانا مهندس كهرباء، معانا مهندس مادة، كلهم قاعدين بيعملوا تاسكات كتيره ورا بعضها. هتلاقي الناس بتوع الكونستراكشن جه عليهم وقت خد بالك هيبتدي يعمل فاونديشن بتاريخ امتى، بالتاريخ ده هتلاقي التاريخ ده ريليز للبلوت بلان مثلا، اللحامات اللي مش عارف ايه، كل حاجه هتلاقيها بدات ايه تبتدي مع الدوكيمنت اللي هي بتبتدي فيه، او مع الحاجه اللي هي المفروض تبتدي عندها. تمام. طيب انا مش عايز اوقف المحاضره، بس انا مضطر اوقف دلوقتي. ليه؟ لان انا عايزكم تسالوا في ده، لو لكم اسئله انا هوقف واخد اسئله دلوقتي. عايز اسئله في البلانينج يا جماعه، اسئله في الحته بتاعت البلان. تمام يا شباب، لو حد عنده سؤال يكتبه في الشات بوكس او يعمل ريز هاند وافتح له المايك. اول سؤال، البرنامج اللي انا شغال عليه ده، ساره خالد بتسال اسمه ايه؟ اسمه ام اس بروجكت، في بريمافيرا وفي ام اس بروجكت. انا شايف اسهل ليك ابتدي بام اس بروجكت، سهل وينفع، يعني ينفع ان انت تتعلمه بسهوله يعني. ايه تاني؟ تمام، فيش اسئله تانيه. في سؤال ايه؟ activities for process engineering during commission. ال process engineering اثناء الكوميشننج والستارت اب يا شباب، له دور طبعا مهم جدا. عايز اقول لكم كمان ان الانجينيرنج ما بيبطلش شغل حتى بعد الستارت اب، حتى بعد الستارت اب، ايوه حتى بعد الستارت اب، لان اللوح يا جماعه بتاعت البي ان دي والبي اف دي واللوح، اللوح بتاعت المشروع دي، في حاجه اسمها از بيلت دروينج. الاز بيلت دي يعني ايه؟ يعني انا بعد ما بخلص الكونستراكشن احتاجت اركب فولف على السيبريتور عشان اعمل منه، ادخل منه ميه اغسل بيها السيبريتور. فهنا جيت انا عامل ايه؟ جيت انا عملت نوزل وركبت عليها فولف، والفولف ده عملت له بلاج وقفلته، ما مش مؤثر عليا حاجه خالص، بس هو بقى موجود في الطبيعه ومش موجود في اللوح بتاعت الانجينيرنج. تيجي شركه الانجينيرنج عامله ايه؟ عامله ازبلت. يعني ايه ازبلت؟ يعني بعد ما اخلص الراجل بتاع الكونستراكشن بشوف انا البلانت بقى شكلها عامل ازاي، ولو هي مش متعارضه مع الانجينيرنج كونسبت بتاعي خلاص بضيفها للرسمه وخلاص. يعني مثلا ايه، ماسوره ماشيه عدله كده، فجاه واحد عمل فيها فالف على الهواء، ناخد منه سامبل مثلا، ناخد منه عينه، خلاص ماشي اتس اوكي، نركبه وخلاص.
تمام. طب during الكوميشننج والستارت اب، هل البروسيس انجينير له اكتيفيتي؟ اه له اكتيفيتي. انا عايز اقول لك يعني ده هو روح الكوميشننج والستارت اب، بتبقى البروسيس انجينير. طبعا التفاصيل بتاعت الكوميشننج والستارت اب دي قصه كبيره جدا. انا هاخد المهندس اشرف الغول، ناخد منه سؤال. اتفضل يا باشمهندس اشرف، افتحوا المايك يا جماعه للمهندس اشرف. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير، ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك. سؤال لدكتور كده، هو في المرحله بتاعت الديزاين، انا دلوقتي كفيرم انا اللي عامل البروجكت وخلاص بدات اعمل الجانت شارت بتاعي وحددت البرايورتي والكلام ده كله، الكلاينت بيكون ليه اي تدخل معايا في قصه البرايورتي بتاعت التاسكات او ترتيب التاسكات، ولا هو مش فارق معايا غير الدليفري تايم؟ بص بقى، هو الكلاينت لازم يحط بلان ريفيو معاك. يعني مثلا انت قلت له انا هطلع الدوكيومنت ده وبعدين ده وبعدين ده بالتسلسل ده، كويس كده. تمام. بنطلع حاجه اسمها اي دي اي ار او انجينيرنج دوكيومنت ايشيونس ريجستر. يعني ايه؟ يعني انا بدي له بلان كده، خد بالك انا قاعد 6 شهور معاك، ال6 شهور دولي هطلع فيهم الدوكيومنت دي بالترتيب ده، تمام كده. بعد ما اديته الترتيب يجي هو مراجع يقول لي خد بالك انت مطلع لي في يوم واحد، خد بالك من الحته دي كويس خير يا اشرف، انت مطلع لي في يوم واحد بس 20 دوكيومنت وعايزني اراجعهم وارد عليك في خلال اسبوع. طب انا هجيب ناس منين تراجع الكلام ده كله؟ وزع لي ال 20 دوكيومنت، يعني انت جايب له في اسبوع مطلع له دوكيومنت واحد، وجاي في الاسبوع اللي بعده مطلع له 20 دوكيومنت بتوع بروسيس انجينيرنج. فهو مطلوب منه يوفر في اسبوع بروسيس انجينير واحد، والاسبوع اللي بعده 20 بروسيس انجينير. لا، يقول لك طلع لي 10 الاسبوع ده وطلع لي 10 الاسبوع ده عشان انا اقدر اوزع احمال الشغل بتاعتي. فهو بيراجع الديوريشن وبيراجع البلان بتاعتك، وكمان خد بالك ده كمان بيفرض عليك الدوكيومنت ليست يراجعها ويكونفيرم معاك فيها. ده اونر، هو مش معنى ان هو اونر ان هو يفرض كل ارائه، لا، بس الموضوع فيه نيجوشيشن في الاول لحد ما بنعمل ايه. بص يا جماعه، بتخلص ستيج وتعمل لها فريزنج بقدر الامكان، يعني تكونفيرم مع الكلاينت خد بالك احنا كده مش هنغير تاني. حاول بقدر الامكان تحط الكونسبت ده في دماغك، ان انت كل ما تخلص حته في البروجكت عايز تقفلها عشان ما تفتحش تاني. والله اتفتحت تاني يبقى في نيجوشيشن وفي اكسبتنس بين الايه؟ ميوتشوال اجريمنت بينكم انتوا الاثنين وبعض. يعني مرحلة البلاننج دي بتفضل فليكسبل لغاية ميعاد التسليم، ولا بيتعمل لها فريزنج في وقت من الأوقات؟ لا لا، خد بالك بقى، ده البلانر ده قاعد جنب البروجكت مانجر من أول المشروع ما يبتدي لحد ما يسلم، ودايناميك وكل شوية. خد بالك عدن ما أصل، خد بالك ده في نقطة مهمة جدا احنا ما شرحناهاش. ده البلانر ده بنى البلان، بناها خلاص أنشأها، وبعدين أنا كبروجكت مانجر والكلاينت بروجكت مانجر بيسالني بروجريس ريت بتاعك قد ايه؟ قال بقى، طول ما احنا ماشيين والله احنا خلصنا 50% من البي ان دي و30% من الايزومتريك و20% من الكوزند افكت. فقاعد يكاونت البروجريس ريت بالمان اورز اللي هتشتغل في كل دوكيومنت. يعني انت عندك في البي ان دي 500 مان اور، وفي البي اف دي 50 مان اور، خلصت من البي اف دي 40 مان اور، يبقى انت مخلص كده 80% من البي اف دي. هو بيريكورد الكلام ده كله في الجانت تشارت وبيديك بروجريس ريت، خد بالك انا خلصت 40% من المشروع. طب انا المفروض كنت بتاريخ النهارده ابقى مخلص 50%، يبقى انا بهايند سكيدول وهتاخر في المشروع 3 اسابيع. هو بقى قاعد يديك ايه؟ تقارير، وفي حاجه اسمها الاس كيرف بيطلعه، وتقرير بروجريس ريبورت للمشروع بيروح ليك انت داخليا كشركه انجينيرنج، وبيروح لشركه الاونر يقول له والله خد بالك احنا متاخرين في الانجينيرنج، يا ريت تسرع الريفيو شويه وتديني الدليفربل بتاعي في التايم. اشرف انا كده جاوبتك ولا محتاج حاجه تانية؟ تمام. يعني هو باختصار ان هو الموضوع بيفضل فليكسيبل وبيبقى خاضع للنيجوشيشن ما بين الفيرم وما بين الكلاينت لغايه ما المشروع بيخلص. طول الوقت احنا قاعدين بنيجوشيت مع بعض، والمشروع والبلاننج بيبقى فليكسيبل معانا. بالظبط كده، بالظبط كده. تمام، شكرا لحضرتك يا دكتور، اتفضل. الله يخليك، الله يخليك. هجاوب سؤال من عمرو بيقول السمول باي باس بتاع الاي اس دي بنستخدمه في البريشرايزنج، دي حقيقه؟ ان احنا فعلا بنعمل بريشرايزنج للبلانت بي،
لان ما ينفعش افتح فولف كبير مره واحده ادفع كميه كبيره جدا. مش الهدف الرئيسي ان انا ابقى شغال بالبلانت والبايباس فيه مشكله او الشت داون فيه مشكله، بالعكس ده المين فانكشن احيانا بتبقى ان البايباس ده لو بايظ ما بتشغلش البلانت، بس احيانا لو هو على ليفل كنترول فولف وبعدي منه الليكويد بريت معين بسميه هنا باي باس، فاحيانا تانية بسميه بريشرايزنج فالف لو هو على داخل المحطه. المايلستون عائشه بتسال، عائشه طاحون بتسال بنكون في حاجه مايلستون كبير، بنعمل في الجانت شورت فوق خالص كل مايلستون. يعني كل مايلستون يعني سيادتك مثلا خلصت الانجينيرنج ده مايلستون، خلصت الكوميشننج ده مايلستون، خلصت الجزئيه بتاعت مثلا عملت الستارت اب ده مايلستون، فبنسميها بروجكت مايلستونز. يعني ايه؟ البروجكت خلص بالتاريخ مثلا شهر 6 2023 يوم 1 في الشهر. تمام، انا جالي كومنت كده بس هنقوله كمان شويه. يبقى انت وانت شغال في البروجكت بتاعك شغال بتعمل ايه؟ حاطط مايلستونز كده، حاطط مايلستونز ورا بعضها، فالكلاينت متوقع ان انت تخلص الاكتيفيتي الفلانيه بالديت الفلاني. تمام كده، الاكتيفيتي الفلانيه بالديت الفلاني، اتاخرت شويه بتشفت كل حاجه. طيب عايزين نحط خطه بقى عشان نلم اللي راح مننا، يعني مثلا هنزود ريسورس شويه ونسكويز فتره معينه نضغطها كده ونضغط الشغل فيها عشان نحاول نرجع للسكيدول بتاعنا او الاكتيفيتي اللي بتتم اللي خطها مسارها الطبيعي، بيبقى ده بالاتفاق وبنقوم بيه ان شاء الله مع الايه مع الكلاينت. في خطه بديله لسه شرحينها دلوقتي، بيبقى في خطه بديله ان انا ازود ريسورس شويه، مثلا عندي 4 مهندسين بروسيس خليتهم 6. During normal operation modification PNID RD issued as built. حلوه الحته دي، انا عملت البلانت وخلصت انجينيرنج وسلمته واتعمل المصنع واشتغل وشغال بقاله سنه، طب انا حبيت اعدل في المصنع بعمله ازاي؟ بنعمل حاجه اسمها مانجمنت اوف تشينج. مانجمنت اوف تشينج يعني ايه؟ مانجمنت اوف تشينج يعني انا دلوقتي عايز اعمل تعديله. التعديله دي بروح في سيكونس كده امشي فيه حسب الرولز بتاعت الشركه. يعني انا ما اروحش على ماسوره كده وايه ماشيه في سكه عدله كده اجي طالع منها بوصله وعامل فيها حاجه تفريعه كده، لا مش بمزاجي. ده انا بعمل فورمه، الفورمه دي بتكتب فيها اسباب التعديل واروح بيها كل الديسيبلين، المشروعات هندسيه بروح بيها للاتش اس اي، بروح بيها للانسبكشن، كل الديبارتمنتس بتشارك في اعداد هذا التعديل. بعد ما كله يمضي كله اكسبتد، لو محتاجه هذا بعمله، مش محتاجه خلاص بكمل. وببقى انا كده عندي دوكيومنت اكنه بالظبط كده انجينيرنج اكتيفيتي على مقاس صغير، وابتدي هنا اعمل بقى تعديل اللي انا عايزه واحطه في اللوحه بتاعت البيان دي اعدل عليها. ده كده ديورنج نورمال اوبريشن لو انا عايز اعدل فيها. ابدا مجال البلاننج ازاي؟ طبعا معانا بلانرز هنا محترفين حضروا معانا الكورس ده موجودين، الحقيقه هم ينصحوكوا اكتر مني، انا مش هقدر بصراحه اعمل دي، بس على الاقل ان انا يعني انا شخصيا اتعلمت الام اس بروجكت بالاجتهاد كده وعلى اليوتيوب وبتاع، بس على قدي بقى. يعني انا بشتغل بروجكت مانجر، بس انا عايز افهم الراجل البلانر اللي معايا ده ايه اللي يقدر يدهولي. فانا درست الموضوع من وجهة النظر دي، ان انا افهم امكانيات البرنامج ايه عشان لما اجي اطلب من الراجل ده شغل ابقى انا عارف هو يقدر يديني لحد فين. انما اتوسع في الموضوع ازاي بصراحة مش انا اللي اتسأل في حاجة زي كده، مش هقدر اجاوب اجابة صحيحة. يعني في سؤال تاني. طيب البنات بقى هي بيبقى لهم كذا حتة كده ممكن يتميزوا فيها. اتكلمنا عن البلاننج ودول بيبقوا شاطرين جدا فيه لان هم بيعرفوا يركزوا عن الولاد شوية، الولاد يعني لحد ما كده يعني بيحبوا قوي المصنع واللحامات والتشغيل ما لهمش قاعدة، ما بيعرفوش يقعدوا، فاهمين؟ ما بيعرفوش يقعدوا يرسموا لوح وحاجات زي كده. فالبنات تقتحم الحتة دي بقى، الحتة بتاعت ايه؟ المكتب، حتة البي اند اي دي والاوتوكاد. اللي عايزه تقتحم المجال ده بقوه كده
تدرس اوتوكاد بلانت 3D. اوتوكاد بلانت 3D يعني ايه؟ يعني هي تبني الموديل ال 3D موديل بتاع البلانت وتطلع منه بي ان دي دي، فهي بتبقى هي بتبني البي اف دي والبي ان دي دي والموديل اللي هو الايزومتريك بتاع البلانت بتبنيه على الاوتوكاد. الحته دي لو انتوا دخلتوها هتطفشوا الولاد منها خالص. البروسيس سيميوليشن اكاد اجزم ان هو ايه قاعد يعني مش ملتزم بحد، هو مش ملتزم، هو اللي هيشتغل عليه هيفهم. ادخلي في البلاننج وادخلي في الاكويبمنت سيليكشن وسايزنج، واي نوت ادخلي في البروكيورمنت. في مهندسين بيشتغلوا في البروكيورمنت بيبقوا محترفين جدا، بيدخلوا في الحته دي وبيشتغلوا في البروكيورمنت. دول اللي بيتعاملوا مع الفيندور بقى، المورد بتاع المعدات بيتعاملوا معاه، هو يبعت مثلا سبيسيفيكيشنز معينه، مواصفات معينه للمعده اللي احنا عايزين نشتريها، انا راجعها وارد عليه. فالحته دي بتبقى فيها ناجحين جدا. الكورسز بقى، انا بص برضو حته ان انت تاخد كورس في ايه وتعمل ايه. انا اقول لك مثلا ادرس اوتوكاد، طب هتاخد كورس فين ومع مين؟ انا ما اعرفش. طب ادرس ام اس بروجكت، طب هتدرسه مع مين وفين؟ انا ما اعرفش والله، وحتى لو اعرف مش هقول، يعني ان انا مش المفروض ان انا اعمل دعايه لحد ولا دعايه لمركز ولا دعايه لمكان. البي ان دي في ريفرنس، او هحط لكم ريفرنس يا جماعه، يا جماعه البرزنتيشن اللي هحطها لكم عن البي ان دي والبي اف دي، امشوا وراها والله العظيم، وخدوا فايل الاوتوكاد اللي فيه البي ان دي والبي اف دي واشتغلوا عليه، والله العظيم هتفهموا حاجات كتير جدا. يعني ممكن تخلص 80% من المطلوب منك بالبرزنتيشن، وانا هسيبها لكم مفتوحه. يعني خدوا مني البرزنتيشن وحطوا عليها اسمكم ودرسوها. والله شويه البرزنتيشنز اللي هحطهم لكم على اللينك، وهبعت لكم حاجه دلوقتي على السكرين مباشره واحنا شغالين كده، عشان بره ايه اطمنكم، لان بعض الناس برده ساعات بقى الان ايه ده ممكن ما يديناش البرزنتيشن، ده ما يديناش الباوربوينت، احنا عايزين الباوربوينت، احنا عايزين الحاجه دي. لا خالص، انا مش بتاع الكلام ده خالص. يعني استنوا كده عشان برده ايه، سيادتك لو عملت سكان بالموبايل بتاعك للبتاع اللي على اليمين دي، استنى احطها لكم في نص الشاشه عشان برده ايه يبقى سيادتك ايه مطمن اهي. خد بقى ايه السكرين كده، اعمل لها كيو ار كود، اعمل لها سكان بموبايلك، هتلاقي نفسك دخلت عدل على الجوجل درايف اللي انت هتلاقي فيه بقى البرزنتيشن والفيديوهات، حتى فيديو الفيديو بتاع الفولف اللي انت شفته من شويه بتاع الشت داون فولف ده، هتلاقي فيه هتلاقيه موجود على الرابط اللي انت هتدخل عليه دلوقتي بالكيو ار كود ده. طب انا مش عارف ادخل على الكيو ار كود، حاضر اعمل لك اللينك على الجروب، تدخل على الجروب حضرتك تيجي على طول متجه الى او داخل على الداتا اللي انا حاططها لك في جوجل درايف، هتلاقي البرزنتيشن مفتوحه، ما بقفلش انا لا بي دي اف ولا بي اف دي ولا مفيش الكلام ده خالص، انت بتلاقي البرزنتيشن مفتوحه، اكتب عليها اسمك، شيل محمد عبد الروف من هنا، بص حضرتك شيل محمد عبد الروف دي عدلها واكتب مثلا كده ايه علي، وانا هبقى سعيد جدا لو لقيت اسم علي على البرزنتيشن بتاعتي، ولا عندي فيها حاجه خالص، وهبقى مبسوط قوي 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 منك ان انت راجل قدرت ان انت ايه تاخد البرزنتيشن. انا بعلمك ازاي يا جماعه، خد البرزنتيشن اكتب عليها اسمك، بقيت انت ايه اشتغل في الموضوع درسه. بس انا اديكوا نصيحه حلوه وسط الكورس يعني كده، وكل الناس عارفينها طبعا، بس انا هكررها تاني عشان تبقى عارف ان هي نفعت واحد زي حالاتي. يعني اقعد اشرح للناس واديهم داتا واديهم برزنتيشن مفتوحه وساعد الناس ان هي تنجح، واللي تديله قول له خد غش البرزنتيشن دي اكتب عليها اسمك واعمل زي ما انا بعمل كده بالظبط، هتبص تلاقي نفسك ربنا فتح لك خير انت ما تعرفش فتح لك ازاي. حاجه الثانيه وانا بكررها تاني في وسط الكورس، ارجوك ابوك وامك بيتعبوا عليك قوي 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 قوي، روح بص رجليهم، مش هقول لك بص ايديهم، بص رجليهم. لو تقدر تبص رجل والدك النهارده او والدتك النهارده، او لو انا نفعتك بحاجه روح بص رجل، او بلاش رجل دي عشان انتوا ناس يعني ديليكاو شويه، روح بص ايد مامتك النهارده تسالك انت بتبص ايدي ليه، قول لها هو كده انا في حد قال لي ابوس ايدك النهارده. روح بص ايد والدك، طب يا ابني انت ايه عمرك ما بصت ايدي قبل كده؟ بابا معلش انا النهارده كده في حد قال لي ابوس ايدك كده، فمعلش يعني انا برضيه وخلاص. هتلاقي الدنيا اتفتحت لك فتحه انت لا تتخيلها. ابذل مجهود في الدنيا كلها واجري ورا، بص اجري ورا الفلوس واجري ورا العلم واجري ورا الكلام ده كله. لو انت
يعني رضيت والدك ووالدتك، صدقني هتلاقي نفسك في حته تانيه خالص من غير ما اي مجهود، يعني شويه اقل شويه مجهود تبعت رساله على الواتساب لمحمد عبد الرؤوف تلاقيه رد عليك فورا، وتلاقيه اداك داتا وقعد يساعدك وقعد يعملك. طب ليه الكلام ده؟ عشان هم راضيين عنك. نكمل بقى، اعمل بي اف دي الاخر وهتبقى تمام. هو انا مش فاهم السؤال كويس، بس انا بروجكت مانجمنت اويل اند جاز لو how to learn it is it PMP a good start؟ ايوه خالد فعلا ال PMP good start، بس انا مش مع ان انت تروح تاخد كورس بروفيشنال وتدفع عليه فلوس كتيره وانت اخده اساسا عشان مكمل ليك. يعني مثلا نقول الموضوع بطريقه ثانيه، انت مهندس بروسيس وعايز تتعلم بلانت 3 دي او اوتوكاد، خده يوتيوب اتعلم سيلف ليرنينج كده واقعد ايه اتعلم مع نفسك كده شويه، وبعدين لقيت نفسك فيه وشايف الموضوع حلو خده بقى ايه بروفيشنال، روح خده في مركز، خده في حاجه، خد فيه شهاده، ادفع فيه فلوس. بس وانت لسه فريش كده او لسه طالب، اتعلم شويه هنا اتعلم شويه هنا. خد لك مثلا 10 حاجات اتعلمهم لحد ما تلاقي نفسك في حاجه بقى انت شايف نفسك بتدي فيها كويس جدا، روح بقى اتعلمها وخد فيها شهاده واعمل فيها بتاع وتوسع فيها وابدع فيها واعمل حاجات زي كده. اتس جود ستارت فعلا. اسمح لي ببدا لما كده كده هعمل بي اف دي اخر واحد. احنا ليه بنعمل بي اف دي طالما البي ان دي هيبقى فيه كل المعلومات؟ بصوا بقى، البي اف دي هو البداية بتاعة البي اند اي دي، البروس فلو دياجرام ده لوحة او رسمة بيبقى فيها مثلا سيباريتور وقبله شوت داون فالف. الراجل اللي بيرسم البي اند اي دي مش هيعرف يرسمه الا وجنبه البي اف دي. الحاجة التانية انت بتاخد ابروفال على البي اف دي، يعني انا دلوقتي بقى عندي بلانت فيها شوت داون فالف، سيباريتور، غاز طالع على الفلير والليكويد رايح على هيتر، وفي شت داون فالف، وخدت موافقه الكلاينت على كده. جيت اعمل البي ان دي، قال الكلاينت قال لا مش عايز سيبريتور، حط لي تاور في الاول. يا سيدي ما انت وافقت على البي اف دي، فبقى عندك كده دوكيومنت ان سيكونس، بقيت ملتزم او بقى هو ملتزم قصادك بايه؟ بالمكونات بتاعت البي اف دي. عشان كده انت بتعمل البي اف دي الاول وبعد كده البي ان دي. طب لو واحد عايز يفهم البلانت بسرعه في دقيقتين يبص على البي اف دي فيفهمه بسرعه، تمام كده؟ طيب، حد عنده سؤال تاني يا شباب؟ اللي عنده سؤال يرفع ايده كده واحنا معاه. طيب حلو جدا، مفيش اسئله، نكمل بقى. هنعمل شرح سريع كده للبرزنتيشن موجود عندك، وحقيقة هو مش شرح ولا حاجة، هو بس ايه الهايسيس بقى ده فيرجن 10، معلش هو نفس الشكل تقريبا ما اختلفش كتير، بس انا هعمل لك برزنتيشن كده لو انت ما تعرفش اي حاجة خالص عن الهايسيس، يعني انت راجل عمرك ما شفت هايسيس قبل كده هتعمل ايه؟ طب انا عايز دلوقتي ابروف قاعد يتكلم على الكونسبشوال ومس الكونسبشوال وحاطط الهايسيس في وسط الموضوع، وانا بصراحه مستتقل دم الهايسيس ده قوي. بص حضرتك البرزنتيشن دي افتحها خدها كده وامشي ورا الكليكات اللي انا عاملها لك بالترتيب. يعني ايه؟ كليك كلمه نيو، اول ما تفتح الهايسيس هتلاقيه كده، كليك نيو، بعد كده كليك اد تو اد كومبوننت ليست، مكونات هتضيفها، وبعدين دبل كليك على كلمه ميثين هتضيف لك الكومبوننت. ماشي. طب عايز تعمل سيرش على اتش 2 او، اهي نفس الكيس اللي عملناه يا جماعه امبارح، السيكونس، وبعد كده تعمل فلويد باكج، بعد كده تضيف بينج روبنسون، بعد كده تتك على كلمه سيميوليشن، بعد كده تتك على السهم الازرق. اتكيت على السهم الازرق، خد بقى عندك ضيف الكومبوزيشن، ضيف اوبن ستريم، بعد كده اد كومبوزيشن. بعد ما تضيف الكومبوزيشن اقعد بقى ايه دراج اند دروب بقى، يعني اسحب من هنا حط هنا، اسحب من هنا حط هنا. فهمت القصه؟ فده كده ايه اختصار للي احنا عملناه امبارح.
دي كده خطوات عمل سيميوليشن كيس بمنتهى البساطة، والله العظيم في حاجة خالص، موضوع أهبل وبسيط، بس أنت ساعات بتبقى عندك باريرز كده أنت حاططها في دماغك، أنت مصدر دماغك إن أنا مش هقدر أعمل ده، فبالتالي مش هتقدر تعمل ده. عدو نفسه بقى هو اللي بيقول ايه، لا والله انا مش هقدر، اكيد اكيد انا مش هقدر، يعني ده راجل خبره 22 سنه، اكيد انا مش حاجه في يومين كده اعمل هايس زيه، يعني ده راجل ايه بيعملها بسرعه قوي. صدقني انتوا اسرع، انتوا جيل اتولد لقى الموبايلات، فبالتالي انت اسرع مني اكيد طبعا. يعني يبقى قفلنا موضوع البرزنتيشن ده عشان اقفله كده، خلاص ده كده خلاص بتاع الهايسس. هناخد ايه دلوقتي بقى؟ عايز اديك حاجه بقى مهمه جدا 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 جدا. هنتكلم دلوقتي عن البلانت لوكيشن والبلانت لاي اوت. شباب اكدوا لي بس ان الايه الشاشه مفروده وكله شايفها، لو شايفينها خلاص ما حدش يتكلم مش مشكله، انما لو مش شايفين الشاشه مفروده بعرض الشاشه كده، لا قول لي ده في عندك مشكله. ايه بقى الصوره دي؟ الراجل ده بيعمل ايه؟ انا عايز معلش نستاذنكم نبص كده، الناس اللي عارف الراجل ده بيعمل ايه كده يقول لي او يرفع ايده وانا هفتح له المايك نناقشه. يعني في الحته دي الراجل ده بيعمل ايه؟ بيصطاد صح؟ طب بيصطاد، طب ليه الغزاله اللي على اليمين جارت والغزاله اللي على الشمال ما جارتش؟ ايوه احمد محمد عبد الفتاح، اتفضل يا احمد. مش هخليك ترد يا ماجد، انا مش هخليك تتكلم يا ماجد. احمد محمد عبد الفتاح، اتفضل يا احمد. مبارك يا دكتور، اهلا بيك. اللي على اليمين جرت عشان هو ريحته ماشيه مع الريح فالغزاله شمتها فاتحركت، اما اللي على الشمال فالريح جاي عكسه فريحته مش واصلها فهي مش ماتش ريحته فمش هتحس بيه ان هو جاي اصلا. لما الله ينور عليك، برافو عليك بصراحة يا أحمد، الله ينور. بص يا أحمد كلامك مظبوط جدا جدا، الغزالة اللي على اليمين دي شمت ريحة الراجل فجرت، والغزالة اللي على الشمال ما شمتش ريحة الراجل لأن ريحتها هي اللي جت على الراجل. تمام كده؟ ريحتها هي اللي جت على الراجل. تمام. أنا بعاكس ماجد بصراحة، ماجد من الناس الشاطرة جدا في فارس ومن الطلبة المحترمة اللي أنا بحبهم يعني ومبسوط بيه جدا، فبالتالي بعكسه يعني. فالغزاله اللي على اليمين دي جارت على اليمين شمت ريحه الراجل، الغزاله اللي على الشمال الراجل هو يشم ريحتها، بس طبعا مناخيرنا احنا ما بتجيبش الحاجات دي. ف البلانت وانت بتبنيها بتبقى عايز تفكر بالطريقه دي، بطريقه الراجل والغزاله، طريقه الصياد. ازاي بقى؟ بعض المعدات مثلا فيها غاز، افترض الراجل ده هيتر فرن والع، تمام كده، يبقى الراجل ده هيتر، تمام كده، الهيتر ده طبعا تحياتي لاخواتنا كلهم في الوطن العربي كله، احنا يعني انا بعد بس الموبايلات كده ارقامها لقيت 20 دوله، وتحياتي للمهندس اقنم حسين من العراق وكل اهل العراق. انا طبعا من زمان قوي انا يعني تعاملت مع اخواتنا في العراق والدول العربيه كتير، من اطيب الشعوب يعني. فالراجل ده مكانه مثلا افترض ان فيه هيتر، يعني ايه هيتر بقى؟ حاجه بتسخن، يعني هنا في هيتر وهنا في تاور، لو حصل اكسترنال ليك او اي تسريب غاز من التاور ده هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي كلاود كده من الغاز، فالغاز ده هيلاقي فاير فين؟ هيلاقي نار هنا، هيجي منفجر. حلو الكلام ده، نركز في الحته دي الله يخليك. فانت وانت بترص المعدات تبقى حاطط في حساباتك ان ما ينفعش هيتر يبقى في نار ولعه وفي عندي مكان الغزاله دي في سيبريتور ممكن
يطلع منه تسريب غاز. فهمت؟ اعتقد سهله. فانت قاعد ترص المعدات بطريقه تخليها ينفع تترص. ايه دي بقى؟ حاجه غريبه جدا بيسموها الويند روز. الويند روز دي بقى بتاعت اسكندريه. طبعا انا مش في اسكندريه ولا في مصر اصلا، واسكندريه وحشاني بصوره غير طبيعيه. الويند روز بتاعت اسكندريه بتقول لي ان كده يا عم ده الشمال وده الغرب وده الشرق وده الجنوب. قال لك الريح معظم السنه في اسكندريه جايه من الاتجاه ده، شمال غربي. بس اقوى ريح جت على اسكندريه بتيجي من الزاويه دي. طب انا عرفت منين الكلام ده؟ بص هنا تحت كده، 30 ل 35 كيلومتر في الساعه دي اقوى ريح. تمام كده، 30 ل 35 كيلومتر في الساعه دي اقوى ريح. هتلاقي الكلر بتاعها جاي فين؟ بص بقى الكلر الغامق جاي فين؟ جاي في الحته دي. تاني كده كلير اهو، اللون الغامق جاي في الحته دي. يبقى انت لما تيجي تبني بلانت في اسكندريه تبص ناحيه الشمال وشك كده للبحر وعايز تحط فلير، تيجي حاطط الفلير هنا وحاطط البلانت هنا. ليه يا عم كده؟ عشان الريح جاي من السكه دي كده، فالشعله اللي والعه دي النار بتاعتها تقع كده والغازات تمشي كده. واحد تاني قال لا مش هسمع كلامك، انا يا عم احط البلانت هنا والفلير هنا. ماشي براحتك. هتيجي الرياح او الهواء اخد الغازات من البلانت على الفلير وتيجي عامله اكسبلوجن. نرجع للغزاله، فاكر الغزاله لما جارت؟ هي جارت ليه؟ عشان شمت الريح. انت برضو لازم تبقى باصص للهواء كده ومدي للهواء وزن. هيجي واحد يسال سؤال انا متوقعه من دلوقتي، ايوه يا باشا بس احنا عندنا الهواء ساعات يمشي في الاتجاه ده. ما انت بقى كديزاينر مش مغسل وضامن جنة، حضرتك انت ديزاينر بتعمل على الموست بروبابل، يعني هي معظمها كده. جه في اليوم بقى، اليوم بقى اللي حصل فيه تسريب الهواء جه معكوس وانفجر البلانت، احتماليته كام في المية؟ ده يوم في 365 يوم. يعني لو احتمالية الانفجار ده يحصل مرة كل 100 سنة، فالكلام ده بقى احتماليته مرة كل 3000 سنة، اللي احنا لنا ولا انت ولا 100 واحد هيحضرها اصلا، فالاحتمالية ضعيفة. فما تجيش تبني ديزاين وتقول ايه لا 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 انا لازم اعمل احتمالية ان الرياح ماشية في كل الاتجاهات، لا ما ينفعش الكلام ده. انت حضرتك بتعمل الويند دايركشن هو فيكسد في ده اتجاه الريح وخلاص. حلو جدا ماشي، ببني بلانت بقى ابص على ايه؟ بص بقى يا جماعه، انت بتبني بلانت ممكن تموت بيها ناس، فلازم تبقى عينك على الامباكت اون ذا بابليك اند انفايرمنت. ما تجيش تبني بلانت وتروح في وسط محط الرمل في اسكندريه وتيجي باني بلانت وتقول اصل انا ده هنا في بترول، لا ما ينفعش. تبقى عامل حسابك تأثير البلانت على الناس أخباره إيه؟ وتأثير الناس على البلانت برضه. ما هو أنت سيادتك رحت في وسط منطقة فيها ناس، هو أنت فاكر الناس هيسيبوك؟ ما أنت لو حصل تسريب غاز عندك واحد معدي بسجارة ما هيفجرها. عشان كده أنت لازم بتدرس حاجة اسمها هازارد، هازارد ايدنتيفيكيشن. بتدرس فيه تأثير البلانت على البيئة المحيطة بيها وتأثير البيئة المحيطة على البلانت. تمام؟ لازم تبقى فاهم القوانين بتاعت المكان ده عاملة ازاي، لان ممكن واحد يقول لك ايه، انا مضايقني لون النار اللي طالعه من الفلير، انا مضايقني الريحة، ويقفل لك البلانت. شوف الناس هنا في المكان ده ما يسمحوا بايه. تركيز مثلا اول اكسيد الكربون في الهواء، جابوا جهاز قاسه لقى تركيزه اعلى من الحدود المسموح بيها في البلد دي، فالبلانت بعد سيادتك ما هتبنيها هتفكها وتاخدها تمشي تاني. ليه؟ القانون بيمنع. فلازم تعرف حدود القانون وتعمل حاجه اسمها dispersion modeling. يعني ايه dispersion؟ انت دخلتنا في 100 حاجه. ايوه، ما حضرتك وانت بتعمل البلانت لي اوت
بتشوف معدل تشتيت الابخره من الفلير عندك ومن الاستاكس عامله ازاي. هنتكلم عليها بس خلينا بس نعديها دلوقتي. شوف الايكونومكس، انت عايز تبقى جنب البحر عشان تاخد ميه تبرد بيها وترميها في البحر تاني، اه بس هترميها نظيف ماشي. تاخد بالك من السيفتي سبيسنج ريكويرمنتس، المسافات بين المعدات، كل معده بينها وبين اختها مسافه. طب المسافات دي بنحطها ليه؟ عشان 100 سبب هنشرحه دلوقتي. المسافه بقى بين البلانت نفسها والادجسنت ايه؟ بابليك بروبرتي. السيبريشن اوف فاسيلتيز، مسافه بين المعدات وبعضها. البروتكشن اوف كريتيكال ايكويبمنت، عندك كومبريسور شغال ما تحطولوش جنب هيتر يا عم. سيبريشن اوف هازاردس اريا، عندك سيبريتور هاي بريشر ما تجيش تحطه جنب الكنترول روم، يعني الكنترول روم عامله كده وحاطط لي جنبها السيبريتور ضغطه 100 بار. طب ما هو لما ينفجر هيموت الناس. بروتكشن اوف يوتيليتيز، عندك فاير بامب، فاير بامب دي اللي بتطفي البلانت ساعه الحريقه، حاطتها في وسط البلانت. فلما انفجرت البلانت خدت الفاير بامب معاها. حتى فاكر بايبر الفا؟ بايبر الفا ده نموذج اللي عايز يتعلم بقى ايه؟ اللي عايز يتعلم مصايب السودا اللي حصلت وازاي بيعدلوا الديزاين والستاندرد اتغير ازاي. هحط لكم بايبر الفا، اكتبها بس كده، هحط لكم بايبر الفا في الايه؟ الحاجات الداتا اللي هحطها. بروتكشن اجينست فلادنج، ما تجيش تحط لي بلانت في مجرى الفيضانات. الكونديشن بتاعت الارض اللي عندك. الاكسس للمعده، ما تجيش تحط لي معدات ملزقه في بعضها، تلزقها في بعضها هوب نلاقي الايه؟ جاي ادخل اعمل صيانه للبلانت الاقي ايه؟ مش عارف ادخل. السكيورتي، ما تحطليش بلانت وسايب لي الدنيا مفتوحه. عمليه الايفاكيويشن، لما تحصل مصيبه في البلانت اجري اروح فين؟ من ضمن الحاجات المشهوره جدا في الصناعه ان انت لما بتيجي تعمل بلانت بتبقى عامل في حسابك لما الناس تيجي تجري. تجري ازاي؟ يعني سور البلانت اهو وده البوابه. الشباب بتوع فرص هيبقى واخدين بالهم من السؤال اللي دايما بجيبه لهم. تلاقي الجراج حاطه كده ووش العربيه في اتجاه ده عشان اول بتركب تركب وتجري. طب الفلير فين؟ بعيده. طب البلانت فين؟ بعيده. واتجاه الهواء فين؟ اتجاه الهواء عامل كده. ليه يا عم عامل كده؟ عشان لما الغاز ما تاخدش الغاز توديه على الناس وهي بتجري. المفروض المكان اللي هتجري منه ده قدام طريق، والطريق اركب عربيتك واجري يا عم. تمام كده؟ احيانا تبقى عندك انفجار ممكن يحصل ياخد قطر مثلا 1 كيلومتر، ما تجيش بقى في وسط ال 1 كيلومتر تلاقي مبنى كده في مثلا يعني 10,000 بني ادم وسايب البلانت تمشي عادي كده. لا يا بيه، طالما 10,000 بني ادم ابعد عنهم، لان لو حصل انفجار واحد هيموت 10,000. طب لو في ثلاثه يمشي؟ اه يمشي عشان عدد قليل، يعني موت واحد. اه موت واحد، ايه المشكله يعني؟ ما هو لو انفجرت البلانت يبقى عندنا مصيبه سودا. السبيل سبريد كنترول، كل تانك حلو كده في بترول ولا في اويل ولا في بتاع، تعمل حواليه دايك، حاجز كده زي حمام السباحه عشان لما يتكسر الحاجز ده يحميه، وهنشوف القصه دي بعدين. الفيبر كلاود ترابل، وانت بتعمل البلانت لاي اوت كده حلو تبقى عامل حسابك بقى ايه؟ ان الكلاود وهي ماشيه، السحابه وهي ماشيه هتمشي تروح فين؟ يا سلام انا هراقب السحابه. اه بص حضرتك بقى، عندك هيتر اهو، الهيتر ده في مدخنه، المدخنه دي طلعت عادم، اختلط العادم وصل الارض في المكان ده هو والهواء والتركيز بتاعه مثلا يعني كان الاس او 2 تركيزه مثلا 200 بي بي ام بارت بير مليون، والحدود القصوى هنا 100 بس. طب نحلها ازاي الحته دي بقى؟ قال لك يا عم يا تعمل الهيتر ده في مكان بعيد يتعلي الاستاك بتاعته شويه عشان على ما تنزل تحت تكون اتشتتت، عشان كده بنسميها الديسبيرجن موديلنج، التشتيت. الفلير نفس الكلام، الاستاكس نفس الكلام، كل حاجه بتتدرس بالطريقه دي. بنسمي الكلام ده ايه بقى يا ريس بقى؟ بنسمي الكلام ده فيبر ريز اند فيبر كلاود ترافل، تاخد بالك منها. الفاير اند فاير سبريد، الفاير هتمشي ازاي؟ الويند سبيد كده، ما تجيش بقى تحط لي هنا في كومبريسور هيولع، لما يولع ياخد النار يفحم الناس اللي قاعده في الكنترول روم. عشان كده الكنترول روم ما ينفعش تبقى داون ويند. يعني ايه داون ويند؟ يعني تحت مكان الغزاله اللي جرت، ما ينفعش. فلود كنترول مينتنس اكسس، ودي بقى مصيبه كل محطه، مصيبه كل بلانت. تلاقي الراجل عامل لك بلانت زي الفل
جميلة أوي أوي أوي، حاجة يعني خيال الخيال. وجي بقى إيه، عنده مثلا هنا سيبريتور، وعنده هنا سيبريتور تاني، وعنده هنا كومبريسور، وعنده هنا بامبنج ستيشن، وعنده هنا بتاع كاس سيبريتور ده عطل فيه الريليف فولف، عايز يعمل له صيانة، فعايز يقف في ونش عشان ياخد الحاجة. طب هو أنت مركب معدة هنا ومعدة هنا ومعدة هنا ومعدة هنا، فالراجل عايز يقف في الونش، مش عارف يقف في الونش فين، عايز يدخل مش عارف يدخل، يبقى كده مفيش صيانه هتحصل للايه؟ للسيبريتور ده. الفاير فايترز اكسس، يعني انا لما يحصل حريقه اعرف ادخل اطفي، ما تعمليش بقى زي الحواري اللي تحصل فيها الحريقه تيجي تدخل بالمطافي ما تعرفش تدخل. الراديانت هيت فروم فاير، عندك فلير طالعه كده، بص بقى الحته دي مشهوره دايما ودايما لها حسابات كده، يا رب يكون في وقت اعرف ايه اشرحها. الفليرة عالية كده وفي ايه؟ نار ولعة منها، وسيادتك واقف في هذه المنطقة الجميلة. الراديشن اللي طالع من الفلير ممكن يأثر على جسمك ويجيب كانسر ويجيب بلاوي كتيرة جدا. عشان كده كل فلير حواليها منطقة آمنة كده محدش يدخل فيها. بيحسب الراديشن وتأثيره على الناس ويقول اه والله هنا تدريشن عالي، فبقى انا ايه؟ أمنع الدخول في المنطقة دي خالص طول ما الفلير ولعة. طبعا ايكونوميكال كونستراكشن، ما تجيش بقى تفريد لي بلانت بجد زي ما محمد بروف ما بيعمل. واحد صاحبي مره علق عليا قال لي يا عم اللي انت عامله ده، عامل لي سيبريتور هنا وهيتر هنا وسيبريتور هنا وبتاع هنا وبتاع هنا، انا دايما بعمل البلانت بتاعتي كده، مصانع بعملها بالطريقه دي. اجي اعمل مواسير من هنا لهنا مسافه طويله، ومن هنا مسافه طويله، ومن هنا مسافه طويله، مسافه طويله، مسافه طويله، مسافه طويله، ايه ده؟ فاستخدمنا مواسير كتيره جدا، بايبنج لينس كتير جدا، عشان انا بعمل فاست تراك بروجكت فلازم يتعمل بسرعه. فلو انفجرت المعده دي المدى الانفجاري بتاعها ما ياثرش على دي، ما ياثرش على دي، ما ياثرش على دي، ما ياثرش على دي، ما ياثرش على دي. لو هو بروجكت معانا وقتنا نقعد 3 سنين ندرس المدى الانفجاري بقى، ونقعد نعمل موديلنج للانفجار وفيها ستادي فاير اكسبلوجن ريسك اسسمنت، ودي دراسات بتبقى معقده شويتين وبتاخد وقت طويل جدا. طب ناخد وقتنا فيها. طب لو مفيش وقت، لا اشتغل على موديل بقى هوريه لكم دلوقتي، انا هوريكم انا بعمل البلانت لاي اوت بعمله ازاي. طبعا في كونسترينز كتيرة جدا هنا بقى يا جماعه، الله يخليكم ركزوا معايا قوي 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 في الجدول ده. كل الرغي اللي انا رغيته كوم، والرغي اللي هرغيه في الموديل ده كوم تاني خالص. دي مساله بتيجي للطلبه بتوع فارس في الامتحان الفاينل، وان شاء الله احتمال تيجي السنه دي. بقول له ايه؟ بقول له عندك كنترول روم، وعندك مثلا لارج بامب هاوس، وعندك فلير، وعندك بريشرايزد تانك، وعندك اتموسفيريك ستورج تانك، وعندك ايه يا سيدي؟ فاير ووتر بامب. دي المعدات اللي عندك. ارسم لي بلوت بلان. يجي الشاب الجميل عامل ايه؟ يقول والله الكنترول روم الاول احط الفلير هنا مثلا، هذا النقطه اللي فيها الفلير، وبعدين اقيس مسافه من الفلير للكنترول روم مثلا اهي، الاول عرفت اتجاه الريح يا جماعه اهو، المسافه من الكنترول روم للفلير 300 قدم، قيس 300 قدم كده واحط الكنترول روم هنا، بس انا هحطها بقى ايه على 500 قدم. ينفع 500 وهو كاتب لي 300؟ اكبر ينفع، اصغر لا. تمام ماشي يا سيدي. وبعدين عايز اركب اللارج بامب هاوس بينها وبين الكنترول روم 100 قدم، يبقى امشي مثلا كده واحط كده على مسافه 100 قدم 100 اهي، احط لارج بامب هاوس. ايوه بس المسافه بينها وبين الفلير كام؟ اللارج بامب هاوس دي اروح اهو بينها وبين الفلير 300 متر، قست المسافه دي لقيتها 600، يبقى مفيش مشاكل. وبعدين اروح بقى ايه، عايز اركب ايه تاني؟ اتموسفيريك ستورج تانك، المسافه بينه وبين الفلير قد ايه؟ 300. ماشي احطه هنا، المسافه بينه وبين الفلير 300، لقيت دي مثلا كام؟ مثلا 600 كمان، يبقى زي الفل. طيب وبينه وبين الكنترول روم كام؟ اللارج الاتموسفير سوري اللي هو اتموسفيريك ستورج تانك 250، يبقى المسافه دي لازم تكون 250 او اكتر. فهو مديك المسافات بين كل معده والتانيه. طب انا عندي عايز احط مثلا يعني مثلا 2 بروسس يونت هاي هازارد، يبقى المسافه بينهم ومن بعض 200.
طب عايز احط اتنين فلير، قال لك حطهم براحتك بقى ان شاء الله تلزقهم في بعض، المهم الميكانيكا اللي تبقى مظبوطه، لان طالما حاطط الشرطه دي يبقى مفيش مشاكل كده. انا شرحت تحط المسافات بين المعدات ازاي. تعالوا نبص بقى، حادثه حصلت في بيمكس من المكسيك، رصين التنكات بالشكل الملزق في بعضه ده، مش محافظين على المسافات بين التنكات، وكانت شكل البلانت زي ما انتم شايفينها كده. حصلت مشكله في السنتر هنا، ايه اللي حصل؟ اتفرتكت البلانت كلها واتنطورت، ومات 550 بني ادم، ماتوا لدرجه جايبين صور لستات في الاماكن دي على مسافه 1400 متر. التانك المعدات طارت، دخلت للست في المطبخ، دغدغت الست بعيالها. فتخيل سيادتك وانت بتعمل ديزاين ممكن تتسبب في كارثه وتبقى مسؤول عن موت 550 بني ادم. يعني البني ادم اللي هو الباشمهندس اللي رسم اللي اوت وما التزمش بالابعاد دي بعضها، وقعد لزق لنا المعدات في بعضها بالشكل ده، ورسم لي حاجه كراودد بالشكل ده، تسبب في موت 550 بني ادم. نتذكر بس الايه كده اللي بتقول ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. فسيادتك بقى تخيل لما تكون تسببت في موت 550 بني ادم، انت متخيل الجرم عامل ازاي؟ بسبب بس ان انت ما دخلتش الجدول. يا اخي ادخل الجدول، بص فيه، شوف الدنيا ماشيه ازاي. دي اشكال طبعا البلانت لاي اوت، في الهازارد سيريا كلاسيفيكيشن وكام حاجه كده، بس انا طبعا ايه مش هدخل في تفاصيلهم دلوقتي، هدخل كده ايه هنحط اسئله. بس انا طبعا عايز اوريك البلانت لاي اوت كيس كده، ستوب شير، وهناخد شويه اسئله من اللي مكتوبين. زي غازات شقير، نفس اللي حضرتك قلته بالظبط مهندس عبد الله، تمام. وانا بعرف المدى الانفجاري لكل معده منين؟ بص بقى، المدى الانفجاري لكل معده عندك حاجه من اتنين، يا تاخد الجدول اللي احنا عرضناه دلوقتي كده فهو بيريحك، بس طبعا خد بالك هو بيشوف اقصى مدى انفجاري قد ايه ويحط المسافات بين المعدات، يعني انت لو مشيت عليه يبقى زي الفل، بس هتلاقي المصنع بتاعك اخد مساحه كبيره جدا. طب لو الارض ليميتد، بتعمل حاجه اسمها فاير اكسبلوجن ريسك اسسمنت، بيسموها الفيرا ستادي. الفيرا ستادي دي بتديك المدى بالظبط وتحط المعدات ازاي وتحميها من بعضها ازاي. سؤال تاني، ذا ريفرنس اوف ذا تيبل، هحط لك الريفرنس جوه الداتا اسمه اي ار، هحط لك الاي ار جوه الداتا، وهحط لك الحاجه بتاعت شيل كمان، بلاش بتاعت شيل دي مش عايزين نقول اسامي شركات، هحط لك شويه داتا حلوه يعني وخلاص. For offshore plant, how to proceed the equipment layout distance. حلو قوي. الاوفشور ده بقى له تركيبه لوحدها، وهديك كتاب كامل بيتكلم عن الاوفشور. يعني خد بالك في الاوفشور انت ساعات تلزق المعدات في بعضها وتحط بينهم فاير وول. يعني ايه؟ يعني بتحط حاجز كده لو انفجرت معده ما تدمرش اللي جنبها. فهنا طالما حطيت الفاير وول يبقى انت كده فتفاديت المشكله وانقذت الموقف والدنيا تحل. What is the difference between process data sheet and the mechanical data sheet? Also the information included. The process data sheet، سيادتك بتحط اللي انت عايزه، الستاندرد بخصوص اللي اوت، هبعت لكم حاجه خاصه باللي اوت. ما فيهاش حجم الوحدات فعلا، لان هو هنا بيحط حط ايه الحجم زي ما انت عايز، بس في الاستورج تانكس يقول لك المسافه بين الاستورج تانك واخوه هي قطر التانك الاكبر، قطر التانك الاكبر. الناس بتوع البروسيس اللي عايزين يفهموا المسافه بين التانك واخوه، المسافه هي قطر التانك الاكبر. يعني لو عندك تانك قطره 20 متر وتانك تاني قطره 50 متر، بتحط بينهم المسافه. استنى اشرح لكم بالتفصيل الحته دي عشان مهمه. لو عندك مثلا تانك كده، تانك كده قطره 20 متر وتانك تاني قطره 50 متر، المسافة بينهم لازم تكون المسافة اتليست مينيمم تكون 50 متر قطر التانك الأكبر. فهمت دي؟ فالمسافة بين التانكات مرتبطة بالسعة، يعني التانك اللي قطره 20 غير اللي قطره 50، ده أكيد 50 ده أكبر في السعة من التاني. انما باقي المعدات هو مش معتبر الساعه خالص في المعدات.
لكن طبعا الفيرا بتعتبر الكلام ده، بتعتبر الانفنتوري المحبوس جوه الاستورج تانك او الانفنتوري المحبوس جوه المعدات، والبريشر والتمبريتشر وبارامترز كتيره جدا بتبقى كونسيدرد في الكالكوليشن بتاعتها. طيب نبص على أسئلة. تمام أوكي، في سؤال بس امبارح أنا إيه كنت خدته كتبته وما جاوبتش عليه، إن إحنا كنت أنا متوقع إن إحنا هندخل في تفاصيل الكمبيوتر شوية، لكن واضح إن إحنا مش هينفع. كان هو البوكلت بتاع السبيسيفيكيشن بتاع الأيزومتريك بتاع السبورتس بالذات. يعني بص يا جماعه، لما يبقى عندك بوكلت في السبورتس بالذات، ساعات وانا برسم كده اللوح في الايزومتريك بقول ايه سبورت رقم 14. طب سبورت رقم 14 ده افهمه ازاي؟ هيبقى عندك بقى كتاب كده فيه مثلا انا عندي ايه سبورت رقم، في سبورت معين حسنت بيه المواسير هكرره مثلا 200 مره، فبدل ما اقعد ارسم السبورت 200 مره في اللوح هرسمه مره واحده واسميه سبورت رقم 14، وانا برسم اللوح هكتب عليه كده اس 14 مثلا، اس 14 دي يبقى انت السبورت رقم 14. طب اس 15 ده نوع تاني من السبورت، ففي مثلا عندي 15 نوع من السبورتات من اللي بيسندوا بيها المواسير، فبقى عندي كتاب كده فيه كل السبورتات اللي هستخدمها، هستخدم مثلا 15 نوع، وانا ماشي قاعد ارسم في البلانت كده اقول هنا والله سبورت رقم 14، هنا سبورت رقم 2، هنا رقم 3، هنا رقم 1، وانت بقى تروح ايه تاخد منه الداتا بتاعته من البوكلت اللي هو فيه الايه الحاجات دي. لو تانك افقي نفس الكلام، بتشوف الطول بتاعه اطول مسافه بينه وبين التانك اللي جنبه، مساحه اقل، ممكن اقل المسافه بين المعدات بس يكون في حواجز تمنع المشاكل. ايوه، ما احنا ده اللي قلناه، ان انت بيبقى عندك فاير وول، فاير وول بين المعدات وبعضها، احط فاير ولا اتنين. بص هو اصلا الفاير وول دي بتتبني لها قوه انفجاريه ولها كالكوليشن ولها حاجات كتيره جدا عشان تنفذها، فانت حطيت اتنين يبقى انت عامل حسابك ان الواحد مش كفايه. نرجع للسؤال بين البروسيس ده تشيت والميكانيكال ده. في البروسيس انت حطيت، انت كبروسيس انجينير عايز يعمل الهيتر، الهيتر ده يديك الديود الفلانيه، والهيتر يديك مثلا حراره داخل كذا حراره خارج كذا. في البروسيس ده تشيت بتكتب الديود بتاعت الهيتر ده مثلا 7 مليون بي تي يو، فانت حطيت الداتا اللي انت عايزها. دايما بتطلع البروسيس ده تشيت من السيميوليتر، تمام كده؟ فانت كتبت البروسيس داتا اللي انت عايزها. ميكانيكالي بقى الميكانيكال داتا شيت بتاعت الهيتر هيكون فيها ارتفاع الاستاج، قطر الماسوره اللي داخله، عدد البرنرز، رسمه للبرنر، ابعاد الفاير بوكس. البروسيس داتا شيت ما يشغلهاش خالص ابعاد الفاير بوكس، هو يلزمه الهيتر ده يطلع الديوتي دي، يطلع كميه الحراره دي. في الناحيه الثانيه الميكانيكال داتا شيت يلزمه كويس قوي قطر الماسوره، العرض بتاع الفاير بوكس في الطول في الارتفاع في الابعاد في كل التفاصيل ميكانيكلي، تمام؟ طبعا السيبريتور نفس الكلام، ارتفاع السيبريتور على السبورت بتاعه قد ايه، النوزل ارتفاع قد ايه، كل الكلام ده في الميكانيكال داتا شيت. في البروسيس داتا شيت انا عايز سيبريتور 18 او مثلا 60 في 40 او 60 في 30 60 في 20. في الهيت ترانسفير دور الحاله نيم فاير هل تختلف؟ انا مش فاهم السؤال كويس، بس انا هتخيل انت عايز تسال مثلا اتنين فاير تيوب ولا واحد فاير تيوب، انت عايز ديوتي معينه، برنر واحد مش مكفي، حطيت اتنين برنر بقيت حاطط اتنين فاير تيوب، اشتغلت على كده. طيب يا شباب لو في حد له سؤال برضو يكتب في الشات، مفيش مشاكل خالص. هناخد مثال كده، ناخد مثال بص بقى هنا. انا عندي معدات اهي، مجموعه معدات كتيره، وبقول لك والله المسافه بين الهاي هازارد بامب
وبين الهاي هازارد رياكتور والهاي هازارد بامب المسافة بينهم 15 متر أو 15 قدم، والمسافة بين البامب واختها 5. اقعد بقى رص ايه هذا الهاي هازارد بامب، وقيس مسافة 15 متر واحط الايه الهاي هازارد رياكتور. طب جيت عايز تلزق بامب تانية بقيس 5 متر واحط البامب التانية كده. فانت قاعد ترص المعدات على حسب الجدول اللي قدامك، فيقول لك والله عندي فلير وهاي هازارد رياكتور وكولن واير كولد مش عارف ايه وران داون تانك، هتشوفهم هما فين هنا وتشوف المسافات بينهم، تقعد بقى ايه ترص المعدات. طب مين فوق مين ومين جنب مين؟ قال لك يا سيدي بص هذا الويند دايركشن اهو، الهواء ماشي كده، الفلير حطها كده والكنترول روم الناحيه الثانيه على طول، الناحيه الثانيه هنا كنترول روم، احط البوابه هنا احط الحاجه هنا بعيد بص بحيث ان الهواء يمشي كده ياخد من الفلير ويرمي بعيد عن الكنترول روم. طب في فاير ستيشن هنا، طب بروسيس اكويبمنت هنا، طب ستورج تانك هنا، طب مثلا هيتر، طب بتاع، طب هو بيديك ايه نموذج او شكل متوقع للبلانت. فبترسم بقى والله الكولم هنا الهاي هازارد رياكتور رام داون تانك، وده المسافات بينهم وبين بعض بالشكل اللي احنا شايفينه زي ما انت شايف. طبعا دي حسابات هنشوفها بكره. ادي رسمه ثانيه نموذج ثاني، ادي الكنترول روم والكار باركينج والمين جيت والران داون تانك وهازارد رياكتور الكول، وقعد بقى ايه يقيس المسافات بين الفلير وبين الفاير دي هيتر وبين البتاع وبين الحاجات وبعضها بالشكل اللي انت شايفه. طبعا بكره هناخد الكوزن افكت ونتكلم عنه في التفصيل، انما النهارده لا كده ايه مش هنتكلم. هل في فورم لكتابة التقرير النهائي للمشروع؟ بص يا باشمهندس أبو بكر أقول لك حاجة، أنا قلت حاجة امبارح ومصمم عليها النهارده برضه. معظم شركات الإنجينيرنج بتنقل من بعضها بس محدش بيقول الكلام ده، وشركات الإنجينيرنج نفسها بتاخد من تقارير قديمة وتعمل جديد. يعني إيه الكلام ده؟ يعني من الآخر كده العالم كله مفتوح على بعضه دلوقتي، ومعظم المهندسين اللي بيسمعوني دلوقتي عندهم داتا على الهارد ديسك بتاعهم وبياخدوا منها ويعملوا زيها. فانت شوف تقرير مشروع يعجبك اعرضه على الكلاينت قول له بص بقى ده التقرير النهائي هنعمله بالشكل ده، اكسبتد اكسبت، تقرير الويكلي، تقرير المانثلي، تقرير الديلي، وتشتغل بالطريقه دي. فانت هتاخد تقرير وتشوف زيه وتعمل بالطريقه اللي احنا ايه بنتكلم عنها. في سؤال، لا فكره ان البروسيس هو اللي بيعمل الميكانيكال داتا شيت، لا مش دايما الكلام ده مظبوط، يعني ممكن لو حاجه بسيطه يعملوها ماشي، انما المهندسين الميكانيكا على فكره هم مسيطرين على المنطقه دي اصلا. يعني الهيت اكسشينجر مثلا سيادتك بتعمل له الكالكوليشن وتعمل كالكوليشن كتير جدا، يجي هو بقى يرسم لك الميكانيكال داتا شيت بتاعته. سوري يعني يقعد بقى يرسم الايه او يكتب الميكانيكال داتا شيت بتاعته. تمام. طيب هنكمل بقى ايه، خليكم معايا كده. احنا كده اتكلمنا عن لي اوت، ادينا له حقه تمام التمام النهارده، انا مش هتكلم عنه تاني كده. هنتكلم دي اند اي دي ما خدتش حقها 100%، البروجكت بلاننج خد حقه النهارده، البي اف دي اتكلمنا عنه. هتلاقوا بقى ايه الفولفس، النقطه مهمه جدا ان انا انواع الفولفس واستخداماتها، هحط لكم شويه فيديوهات تشرح انواع الفولفس وشكلها عامل ازاي وكل تفاصيلها ايه، هحطها لكم في اللينك، مش عارف اشرحها دلوقتي الحقيقه، بس انا هعرض لكم كده بي اف دي وبي ام دي لنفس البلانت عشان تعرفوا. حلو قوي السؤال ده ابو عبود، مين المسؤول عن حفظ الداتا الخاصه بالبروجكت؟ حلو قوي السؤال ده، انا كنت هيفوتني فعلا، عشان كده يا جماعه الاسئله مهمه، لو سمحتوا اسالوا، حتى لو انت شايف السؤال بتاعك ممكن ما يكونش قوي، لا مش دورك خالص انه يكون قوي او غير قوي، اكتب السؤال وخلاص. اشكرك جدا يا ابو عبود. السؤال بيقول ايه؟ من هو المسؤول عن حفظ الداتا الخاصه بالبروجكت؟ في عندي حد بيبقى شغال دوكيمنت كنترولر،
بعض المشاريع الكبيره قوي بيبقى فيها سيستم سوفت وير مسؤول عن الدوكيمنت كنترول. يعني ايه؟ يعني بيبقى عندي سوفت وير بيخزن الدوكيمنت وبيعمل اكسس، مثلا البروسيس انجينير يدخل على البروسيس داتا، الميكانيكال ما يدخلش عليها. طب ليه؟ كل واحد عنده الداتا بتاعته. طب لو في دوكيمنت مشترك بين اتنين ديبارتمنتس يدخلوا الاتنين. طب لو في كلاينت وانجينيرنج، بيبقى الكلاينت يشوف اللاست ريفيجن بس اللي معموله بي دي اف، ما يشوفش النيتف، ما يشوفش الاوتوكاد فايل. فبيبقى عندي حد كده مسؤول دوكيمنت كنترول. لو انا عندي سوفت وير، في سوفت ويرز معروفه طبعا، بس خلينا نقول ببساطه كده، اشتغل على السكيل. مثلا ان عندك مشروع صغير فجبت حد دوكيمنت كنترول، الراجل ده عارف مثلا ان الدوكيمنت اللي بيبتدي بحرف بي ده دوكيمنت بروسيس، مثلا بي 102، يبقى ده بروسيس دوكيمنت. طب لو دوكيمنت مكتوب بدايته حرف اتش، اتش 104 مثلا، يبقى ده اتش اس ان دي. طب لو دوكيمنت اوله حرف اي، اي 312، يبقى ده انسترومنتيشن. في ترتيبه جوه الانسترومنتيشن فين؟ ممكن يبقى اي مثلا 113، اي ده شرطه 100 شرطه 13. 100 دي الدوكيمنت الخاصه بالدي سي اس مثلا. فيبقى في طريقه ترقيم للدوكيمنت عشان ما نتوهش من بعض، وعشان الدوكيمنت دايما ايه قدام مننا. هعرض عليكم، اشكرك يا ابو عبود على السؤال بتاعك. هنعرض حاجه كده، الدروينج بتاعتنا اخبارها ايه. بص بقى، زي ما قلنا عندنا بعض الدوكيمنت اللي هي بي اف دي، كروس فلو دياجرام، دي بلانت فيها الفيد داخل ومترقم اهو، مترق داخل الفيد وفي ترقيم. ناخد بالنا من الترقيم ده ليه؟ لان الماس بالانس بتاعت المشروع هتبقى باينه في البي اف دي. رقم واحد داتا بتاعت رقم واحد، ستريم رقم اتنين داتا بتاعت رقم اتنين، رقم اربعه كل واحد الداتا بتاعته موجوده في المكان ده. هنيجي بقى بعد ما عملنا، ان كان في سؤال بيقول وانا ليه برسم البي اف دي طالما البي اند دي هيبقى موجود. طب انت عندك اكويبمنت زي دي مثلا، اهي اداه اللو تمبريتشر سيباريشن اللي هي هنا في الرسمه دي في الشكل ده. انا اتفقت مع الكلاينت ان انا عندي بريشر كنترول هنا، وعلى الخارج هنا في فلو كنترول. انا لما افتح البي ان دي الاقي بريشر كنترول له مكان هنا، مش فاكر فين طبعا، هتلاقيه في وسط الدوشه دي كلها اهو، وهتلاقي فلو كنترول على الخارج. يبقى انا لما اقرب الصوره كده، واحد يقول لي ايه ده مش شايفين حاجه، مش مهم، انت تخيل بس ان الشكل بيبقى عامل ازاي. فلاقي بقى اللي انا اتفقت عليه معايا في البي ان دي الاقيه في البي اف، جميل جدا. وبعدين ايه، الاقي بقى اللي صنع المعده تبقى موجوده في الواقع بالشكل ده، والفولفز بقى وانواعها والانجل والبترفلاي والجيت والجلوب والتشيك، كل واحد له استخداماته. وده بقى صور ليها حلوه كده اقعد اتفرج عليها، احنا مش في كورس فولفز دلوقتي. ادي الريليف فولف، وده الوان واي فولف، التشيك فولف، وده البول فولف، وده الانجل فولف، وده البترفلاي، وده الجيت، وده الجلوب فولف، وده الاوتوماتيك كنترول، وده الشت داون. دي كده الفولفز. طب فين بقيه الفولفز يا عم؟ هبعت لكم فيديوهات تشرح كل فولف بالتفصيل عامل ازاي. الكوزن دي افكت بقى، تعالى نعمل كوزن دي افكت كده. هو بيتعمل من البي ان دي دي، بس انا هعمله من البي اف دي للتسهيل. ايه بقى الكوزن دي افكت ده بقى يا سيدي؟ الكوزن دي افكت ده حاجه جميله جدا. ايه اللي يحصل لو انا، تعالى نوقف كده شويه ونقعد ايه ندردش سوا. عندك مصنع شغال، المهم تقول لي بص بقى، لما يحصل فاير طب انا هجاوب السؤال بتاع حسدين موسى. انا لما اجي اعمل بلانت زي ما قلنا بنعمل بيز اوف زنفيد، يعني جزئيه كده طويله. الجزء الاول من السؤال اعتقد ان جاوبناه كتير في الفيديو، فممكن ترجع للفيديو هتلاقي اجابه النص الاولاني من السؤال. بس النص الثاني مهم، لو في عيوب بعد ما عملنا البلانت وشغلناها، السيميوليشن مطلع كله تمام، جينا بنشغل البلانت لقينا فيها عيب، البلانت مش قادر تاخد الكميه كامله، في مشكله في الفلاتر، في مشكله في الدلتا بي، في مشكله في كذا، في مشكله في كذا،
هل بنعمل تعديلات؟ اه على فكره وارد جدا يا جماعه، مفيش بلانت كده بتصممها تدور تدور، لا بيبقى في دايما مرحله البري كوميشننج والكوميشننج والستارت اب، بتبقى انت فيها ممكن تعدل في البلانت بحضور شركه الانجينيرنج، بحضور شركه الكونستراكشن، بحضور الكلاينت. طبعا بتحصل خناقه دايما وعركه في المرحله دي، مين المسؤول ومين اللي عطلنا ومين اللي عملنا، بس في الاخر المشروع كله عايزه ينجح، فبالتالي كله بينجح المشروع. طب لو في تعديل بيعمل ام او سي مانجمنت اوف تشينج، وبيبقى في حاجه اسمها بقى ايه، يعني انت عامل راسه بادجت المشروع ده 100 مليون دولار، فجينا عملنا تعديل كلف مثلا نص مليون، المسؤول عنه شركه الانجنييرنج، هنخصم منها جزء، المهم ماليا هنهندلها، بس هنعمل تعديله مثلا، التعديله دي نحل بيها الازمه اللي احنا بيها، وبعد ما نحلها تعدلت في اللوح الورق، وتعدلت في الواقع، وتعدلت في طريقه التشغيل، وحلينا المشكله بيها. نرجع بقى للموضوع اللي كنا شغالين فيه اللي هو الكوز اند افكت. الكوز اند افكت، لما عندك بلانت بتقول والله انا كاتب كده في دوكيومنت اسمه شت داون فيلوسوفي. ايه ده؟ ايه الشت داون فيلوسوفي دي؟ ايوه، فلسفه الشت داون. في حاجه اسمها الاوبريتنج فيلوسوفي، في حاجه اسمها الشت داون فيلوسوفي. كاتب ان في الشت داون فيلوسوفي، فلسفه الشت داون، هيبقى عندي ليفل اسمه بروسس شت داون، يعني لما يعلى ليفل في اكويبمنت اقفل الداخل بتاعها، يعني دي ازازه ميه الليفل عالي فيها، فبدل ما تكب كده لا اقفل الداخل عليها، ما تصبش فيها تاني، ده بنسميه بروسس شت داون. وليفل تاني يونت شت داون، يعني ايه؟ عندي مصنع مكون من 10 معدات حصل فيه هاي بريشر، اقفل الداخل بتاعه بس ما تصفيهوش، ما تطلعش الغاز على الشعلة، ده كده اسمه يونت شوت داون. وعندي ليفل ثالث اسمه امرجنسي شوت داون، امرجنسي شوت داون يعني ايه؟ حصل تسريب خارجي، ونتيجه للتسريب الخارجي، نتيجه للتسريب الخارجي الغاز طلع، فانا عايز اقفل البلانت واصفي الغاز اللي فيها على الفلير عشان الليك الحته اللي سربت دي ما تزودش النار. تعالوا نستعرض دي كده تاني، نستعرضها بقى هنا عشان ايه مهمه الحته دي. احنا بنبني يا جماعه بلانت، وانت بتبني بلانت تبقى حريص على شويه حاجات كده، ايه لازم تبقى يعني اخدها بالراحه عشان الموضوع ما ايه ما يبقاش منه في ريسك. فعندك مثلا بلانت فيها مواسير داخله كده وطالعه كده، وجاي داخله على اكويبمنت، ومن الاكويبمنت غاز، وهنا ليكويد، وهنا بامب، وهنا بتاعه، وهنا كده وهنا كده. فالبلانت الحلوه بتاعتك دي مثلا الفيد داخل من هنا، وفي شت داون، وفي كده شت داون فالف هنا، وفي تفاصيل كتيره بقى، تفاصيل كتيره هنا جوه البلانت دي، وفي برودكت طالع كده وعليه شت داون فالف، وهنا فالف طالع على الفلير. طالع على الفلير، انت هدفك تعمل ايه؟ تعمل كلوز لده، تقفل ده، تقفل الداخل وتقفل الخارج بتاع البلانت، وتفتح ده على الفلير عن الشعله تولع. فبعد لو في تسريب بقى، لو في جاز ليكج مثلا من هنا، غاز بيسرب كده، حسب الستاندرد انت المفروض بعد ربع ساعه، بعد 15 دقيقه 15 منت، ده موجود في الاي بي اي 521، سوري 521، يقول لك بعد 15 دقيقه تصفي البلانت دي لنص الديزاين بريشر. طبعا في قاعده تانية كده في ناس فاكراها، بس هي فيها تحصيلات عاديه،
يعني الضغط اللي جوه البلانت دي هينزل في خلال ربع ساعه لنص، مش نص الاوبريتنج، نص الديزاين. فالمكان اللي بيسرب الضغط اللي محبوس جواه هيقل، فكميه النار هتقل، وبعد طبعا نص ساعه الضغط ده ممكن يروح خالص او بعد ساعه، ملهاش قاعده. المهم في النهايه ايه، هنصفي الغاز اللي هنا وبقى البلانت ما فيهاش غاز، فلو في حريقه هتطفى خلاص، ما بقاش فيه غاز. او لو في تسريب غاز من غير حريقه خلاص هتتصفى. تمام كده. طب انا ببني كوزن ديفكت. ايه كوزن ديفكت يا عم اللي انت كل شويه هتقوله لنا ده؟ قال لك يا سيدي الشطدان فالف ده اسمه اس دي في، نسميه 01، وده كده هنسميه اس دي في 02، وده اسمه بلو داون فالف هنسميه بي دي في 03. يبقى عندي 01 و02 و03، المجموعه دي كلها كده هناخدها ونحطها في كوزن ديفكت. يعني ايه كوزن ديفكت بقى يا عم اللي انت وجع دماغنا بيه دي؟ هنرسم جدول كده واقول والله هنا اس دي في 1 وهنا اس دي في 2، ماشي، وهنعمل اس دي في او بلو داون فالف بقى بي دي في 3 اهم، وناخد خط كده ونقول والله بص بقى خد بالك من الحته دي، لو في فاير اعمل كلوز لده وكلوز لده واوبن لده. ايه يا عم ده بقى؟ ما هو ده الداخل يتقفل وده الخارج يتقفل وده اللي على الفلير يتفتح. حلو قوي. يبقى انا كده ببني ايه؟ ببني جدول، جدول فيه الشوت داون فالفس، الفالفس المفروض تقفل والاشارات اللي المفروض تيجي. جات لي اشاره فاير، طب افرض جات لي اشاره هاي بريشر فين؟ في الانلت سيبريتور. اقفل المحطه كلها؟ لا يا عم، لما تيجي اشاره فاير بنعمل حاجه تانية. بتعمل ايه يا سيدي الفاضل؟ سوري، اشاره فاير انت قفلت البلانت كلها داخل وخارج وفتحت على الفلير. طب اشاره هاي بريشر اقفل ده بس. طب هتقفل حاجه تانية ليه؟ واقفل حاجه تانية ليه؟ ما هو ده بس اللي ضغطه عالي. طب جات لي اشاره بتقول لي ان الخارج ضغطه عالي، اقفل الخارج بس. طب الداخل بقى ايه؟ اكتب كوزن ديفكت. كوزن ديفكت كوز ايه؟ الفاير. طب الافكت ايه؟ اقفل. يبقى الكوز هو الفاير، الافكت ايه؟ اقفل. مش عارف انا ايه، حاسس ان انا توهتكم شويه، بس والله نيتي مش ان انا اتوهكم، يعني انا هاخد الاسئله بس استنوا عليا شويه، بس اقفل الحته دي عشان الحته دي ايه مهمه ان انا نقفلها عشان ما تتفتحش مننا تاني، عشان لو اتفتحت مننا تاني مش عارف نقفلها تاني. استنوا بس كده عليا وانا ايه هظبط لكم الحته دي. تمام، هو حد يزعل مني ان انا ايه بتكلم بسرعه، بس والله العظيم لو تعرفوا نفسي اشرح ايه والوقت عامل ازاي هتعذروني. بصوا بقى يا شباب، ادي بلانت فيها اس دي في 01، استني بس راحه فين؟ اس دي في 01 اهو، شوت داون هنا وبلو داون هنا وشوت داون هنا وشوت داون هنا وشوت داون على فوق الجهاز بتاع الهيتر وبلو داون هنا وشوت داون هنا وشوت داون هنا. هقول والله بص بقى، هروح بقى للكوزن ديفكت بقى، رص الشوت داون فالفس هنا زي ما انا راصصها، والبلو داون فالف اهو، ادي بلو داون فالف اهو، وادي ايه؟ يبقى انا عندي اثنين بلو داون، ادي واحد وده واحد، دول اثنين بلو داون، وعندي اربع شوت داون فالف، وده الكوزس اهي، دي الكوزس فاير سيجنال، اقفل الدواخل شوت داون فالف اقفلها كلها وافتح الغاز على الفلير. جاز ليكج نفس الكلام. طب عندي هاي هاي تمبريتشر على الهيتر، اقفل يا عم الفول جاز بتاع الهيتر. اس دي في 04، اس دي في 04، فين 04 ده؟ فين 04؟ انا مش فاكر فين، مش مشكله. لو عندي هاي تمبريتشر في التانك اقفل 04، ماشي. طب عندي هاي هاي بريشر في الانلت سيبريتور، اقفل الداخل بس. طب لو عندي بريشر سويتش هاي هاي في السيبريتور الثاني، اقفل بتاعه بس اللي عنده. طب عندي لو لو ليفل في الفلاش، لو لو ليفل، اقفل الليفل كنترول، بتقفل الليفل بتاعه بس. يعني عندي لو ليفل هنا، الليفل هرب، اقفل الخارج بتاعه بس. فالكوزن ديفكت ده باخده اعمل بيه ايه بقى؟ خد بالك هو المفروض بيتعمل على البي ان دي ده، فهتلاقي هنا مثلا ايه، بص بقى هتلاقي السويتشات والحاجات بقى الايه اللي احنا بنتكلم عنها بقى. هتلاقي مثلا ليفل سويتش هاي هاي اهو، اعمل لك عليه دايره عشان بس ايه
تبقى واخد بالك اهو ليفل سويتش هاي هاي اهو. لما يعلى الليفل تعمل ايه؟ ليفل سويتش هاي هاي، روح اقفل الداخل ده اس دي في 01. تمام كده؟ فهمنا يا جماعه الكوزن افكت بيتعمل ازاي واتبنى ازاي؟ فهمت؟ الموضوع سهل والله وبسيط وما فيهوش اي حاجه خالص. لو اتفرجت على الفيديو ده مرتين، يعني الليفل سويتش هاي هاي ده يقفل الداخل ده عشان الليفل ما يعلاش تاني ويزيد. تمام كده؟ حاجه كويسه جدا بقى. احنا عملنا حاجه اسمها كوزن افكت. وات ايلس بقى؟ الراجل اللي بينفذ بقى كوزن افكت هينفذه ازاي؟ هينفذه يعمل حاجه اسمها البلانت اي اس دي سيستم. ايه البلانت اي اس دي سيستم؟ يعني سيادتك هتعمل لي كنترول سيستم، تحكم في البلانت من خلال كمبيوتر. الشباب الحلو اللي معانا في ال اللي معانا في فارس، براء طالب شاطر معانا يعني، النهارده كان بيسألني في الموضوع ده وبنتكلم انا وهو، وعمل برزنتيشن حلوه جدا وكانت بصراحه يعني حاجه كويسه، وان شاء الله نحاول نديله نص درجه عليها بونص، لان كل ما اجي ادرس له ماده اسرق منه ايه جزء من البونص بتاعه واخده ما اديهولوش يعني. هنديكوا بقى ايه صوره، مش لاقي البرزنتيشن بتاعته عشان اسرق منها البتاع ده السلايد. مش عارف يا براء اسرق منك السلايد، رزقك كويس. هوريكوا صوره بقى للايه، لبعد ما بعمل الكوزن ديفكت، بعد ما انفذ الكوزن ديفكت. بيبقى شكله عامل ازاي؟ بص بقى كده حضرتك. بص اللوحة دي بالشكل ده. ده كده منظر الدي سي اس او الاي سي دي سيستم. انت بتبقى شايف البلانت في صورة رسومات. في صورة رسومات بالشكل ده. يعني ايه يا عم؟ يعني صور كده، طور كده، تانك كده، بتاع كده، مش عارف ايه. وبعدين تيجي له ايه؟ تيت 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 في الحتة دي. يعرف ان هنا في هاي ليفل، ده في لو ليفل، ده في كذا. وانا بستنى الاوبريتور ياخد اكشن. لا حضرتك، وانت بمجرد ما يعمل بريسر سويتش هاي هاي، يجي الكمبيوتر نفسه باعت سيجنال للبلانت بره اقفل، والاوبريتور قاعد يتفرج. بس في حاجات بتدي له الارم. يعني ايه؟ يعني بتدي له انذار كده، خد بالك احنا رايحين لمرحله الهاي بريشر، فخد اكشن. فبيبقى قاعد هنا اوبريتور يقعد بقى يتدخل ويتحرك ويعمل. طبعا في زملاء حاضرين معانا البرزنتيشن هنا، حاضروا معانا الاكتيفيتي دي كلها، حاضروا معانا ستارت اب، وكانوا في بدايه الستارت اب بيبقوا قلقانين شويه وعليهم مسؤوليه كبيره، وكانوا بصراحه بيقوم شغل هايل. الناس المحترمه اللي انا اشتغلت معاهم كتير وتعبتهم معايا كتير قوي، بقى لنا 10 سنين، بعض الناس بقى لهم 10 سنين معايا. انا دوشهم وعامل لهم قلق جامد جدا، لان كل بلانت كده في تيم باخده معايا كده في الستارت اب، بتعبهم يعني معايا. ماجد ماشي يا ماجد. طيب ناخد شويه اسئله بقى، فاضل لنا بالظبط 10 دقايق، هناخد شويه اسئله. ناخد شويه اسئله. انا برجع بقى بليست الاسئله كده لفوق شويه. اللي عنده سؤال يا جماعه وعايز يرفع ايده فويس كده يتفضل، انا تحت امرك. مهندس ابو بكر بتعتذر، ايه يا باشمهندس ابو بكر؟ انت اخ عزيز يعني، وحضورك يعني ده شرف لينا. ماشي، موسوعه فعلا. ماشي، شكرا. الفلير لو بريشر، ليه نستخدم هاي بريشر ولو بريشر فلير؟ دي مشكله على فكره. بعض الناس معتقده ان اللو بريشر فلير ضغطها واطي والهاي بريشر فلير ضغطها عالي. لا، الهاي بريشر فلير ديزايند فور هاي بريشر. انا بفضل ان انا اجاوب على السؤال ده بكره، لان السؤال ده جميل جدا، انا هكتبه واسجله، بس هدي هنت عليه صغير كده. بصمم هاي بريشر فلير ولو بريشر فلير يا جماعه عشان الهاي بريشر فلير بتريسيف، بتاخد غاز من هاي بريشر سيستم. طب ليه بنعمل كده؟ لان خايفين معده ضغطها 100 بار،
جنبها معده ضغطها 10 بار، اتفتحوا البلو داون فالفز بتوع الاثنين على بعض، على ما الغاز يوصل للفلير كانت المعده ال 100 بار، ضغطت المعده ال 10 بار فارتكتها. فلو وصلت الاثنين اكويبمنت الاثنين على نفس الخط، نفس الهيدر، نفس الفلير سيستم، المعده اللي ضغطها عالي هتفجر صاحبتها. فبعمل ايه؟ بعمل هاي بريشر فلير ولو بريشر فلير. الهاي بريشر بتعمل تاخد الغاز من الهاي بريشر سيستم، واللو بريشر تاخد من اللو بريشر سيستم. ممكن على فكره الاثنين يتقابلوا في الاخر قبل الفلير، الاثنين يتقابلوا. ايه تاني؟ بعض الشركات تقعد اسمها كولد وشت داون وهوت شت داون. كولد شت داون وهوت شت داون. مهندس اشرف، بصوا يا جماعه، في بعض المسميات كده في الديزاين وبعض المسميات ما توقفش عند المسمى قوي. يعني مثلا هاي بريشر سيبريتور ولو بريشر سيبريتور، ممكن اصلا الهاي بريشر سيبريتور يكون ضغطه 10 بار واللو بريشر 2 بار، تيجي في البلانت الثانيه تلاقي الهاي بريشر 100 بار واللو بريشر 20 بار. فما توقفش عند المسميات قوي. هل تقرا الطريقه لحساب اقتصادات كل واحده وعلى مكون المصنع ما هي تكلفه كل معده غير حسابها فروم سكراتش؟ تكلفه كل معده على فكره موضوع مطاطي قوي. بعض الشركات الانجينيرنج بيبقى عندها ريفرنس تيبل كده بيقول والله انا عندي السيبريتور بحاجته ب 300000 دولار مثلا. طب سيبريتور اكبر شويه ماشي، ما هيبقى 320. طب اصغر شويه 250. بعض الشركات بتاخد المبدا ده، وبعض الشركات لا، في كالكوليشن بتتم بقى بصوره دقيقه جدا. يعني الاوبريتنج بريشر لازم يكون اقل من الديزاين بريشر، مفيش اوبريتنج بريشر اعلى من الديزاين بريشر. لكن حته الديزاين بريشر والديزاين والماكسيمم الاوبل وركينج بريشر والريليت بريشر ده كلها ارقام ايه؟ تمام. ماشي حسين خميس، اشكرك يا حسين. هل الكوزند افكت مربوط بالاي اس دي؟ طبعا. هو الكوزند افكت بيتعمل عشان نعمل شت داون البلانت ازاي؟ هل في فرق بين البريشر ريليف فالف والبلو داون فالف؟ يس يا جماعه، في قاعده مهمه جدا. عندي حاجه اسمها ريليف سيستم وبلو داون سيستم. ريليف سيستم ده الريليف فالفز، البريشر سيفتي فالفز اللي هي سبرينج ضاغط على فتحه لما البريشر يعلى يفتح. الريليف فالف ده في حاله الفاير ممكن نعمله سايزنج على الفاير كيس، بس انا بستخدمه لما الفاير اللي حوالين المعده تضغط على المعده او تخلي ضغط المعده يزيد فالريليف فالف يفتح. امال البلو داون فالف بيحميني من الفاير ازاي؟ البلو داون فالف هو فالف متصل بوصله كهرباء وهواء ووصلات كده، لما يعلى ضغط، سوري اسف، لما يحصل فاير سنسور يلقط يبعت سيجنال للكمبيوتر يقول له خد بالك في هنا فاير، يجي الكمبيوتر باعت للبلو داون فالف يقول له افتح عشان في فاير. فالبلو داون فالف بيشتغل حتى لو ضغط المعده معليش، بيطلع الغاز على فين حتى لو الضغط معليش. انما الريليف فالف او البريشر سيفتي فالف ده مش متصل بالدي سي اس، مش متصل بالكمبيوتر، ده عباره عن سبرينج سوسته الضغطه على فتحه. يعني الازازه دي مثلا كده عليها غطا كده والغطا مضغوط عليه بسبرينج، اول ما ضغطها يعلى يفتح، اول ما ضغطها يعلى يفتح، ده بنسميه ريليف فالف، مش مرتبط باي كمبيوتر ولا اي حاجه خالص. حتى عشان كده هو بنسميه ميكانيكال بروتكشن. اول ما الضغط يعلى للنقطه اللي عند الديزاين بريشر يفتح على طول الفلير. ممكن يفتح بسبب فاير، ممكن يفتح بسبب كومبريسور حصل تريب، ممكن يفتح بسبب اللي بياخد مني الغاز ما خدوش قفل عليا فالضغط عالي فيفتح من غير فاير ولا من غير حاجه خالص. ايه تاني اسئله؟ اي سي ميني، طيب ار ام تي اسي ميني سيلز. في بعض السلات فاضيه في الكوزند افكت، ده معناه ان الشت داون فالف ده ملوش اكشن. يعني مثلا لما يحصل هاي ليفل في اول سيبريتور في البلانت، اخر سيبريتور ماله؟ ملوش دعوه. فلما يحصل هاي ليفل في اول سيبريتور اقفل في الداخل بس وسيب الاخير مالكش دعوه بيه. ممكن مثلا اكويبمنت ضغطها هي بس اللي عالي، اقفل الداخل بتاعها بس مالكش دعوه بقيه المصنع. فعشان كده السلات الفاضيه دي او الخانات الفاضيه دي ما فيهاش مشكله. مهندس اصرف الغول، اتفضل يا باشمهندس، هناخد منك سؤال، اتفضل بسؤال. يا دكتور معلش، في النقطه اللي هي بتاعه الديستريبيوتنج بتاع الاكويبمنت في البلانت، كانت السلايد اللي هو اللي كان فيها الاول حضرتك جبت الديستنس اللي ما بين الرياكتور وما بين البامب، وبعدين بعد ما حددت الديستنس اللي هي حضرتك قلت بتبقى على الاقل قد قطر اكبر معده او اكبر تانك او
قطعه. حضرتك حضرتك سامعني كده يا دكتور؟ معلش عيد السؤال وبشمهندس اشرف تاني لان الصوت قطع ورجع تاني. طيب السلايدز اللي هي اللي كان فيها ان حضرتك قدرت تحدد الديستنس ما بين الرياكتور وما بين البامب، اللي هو لما احنا قلنا ان الديستنس على الاقل هتبقى قد تمام خطر تمام المعدة الكبيرة او الاستورج الكبير. ده بالنسبة للتنكات بس، بالظبط استخدم في التنكات فقط. تمام. وحضرتك بعدها جبت السلايد بقى اللي هي فيها زي بدأنا نرص الاكويبمنت والمعدات والكلام ده كله. حضرتك كان في السلايد دي كان الفلير كان بعديه الاستورج تانكس والويند دايركشن رايح ناحيه الاستورج تانك، فانا في الكيس دي المفروض كده ان الاستورج تانك دي بره الراديوس بتاعه الراديشن، بره الراديوس بتاعه الراديشن ايوه بتاعه الفلير، بره راديوس الراديشن، وخد بالك وكمان بره السيف ديستانس، يعني حتى لو الفلير جابت اخرها مش هتوصل للتنكات. ولا كهيت ولا كحتى لو حصل فيلير في الفلير وما بقتش اصلا ولا شغاله، لو الكلاود حتى مش هتوصل لو اي لل بالظبط كده، بالظبط كده، لان خد بالك وانا بعمل الديسبيرجن دي ببقى مطمن تماما ان كل اللي نازل من الفلير لو وقع منها كده او بيحصل له ديسبيرجن ما يقربش من الاستورج تانك. يعني انا عامل حسابي ان حتى في الورست كيس سيناريو الاستورج دي في مكان سيف مفيش حاجه توصل لها خالص. تمام. طبعا طبعا. بص، هو الديستانسينج او المسافات بين المعدات فيها تفاصيل كتير، وخليني صريح معاك ده موضوع بيدرس لوحده كورس منفصل. يعني ده موضوع، ده كتب بتتعمل في الحته دي بس. وانت اكيد فاهم طبعا، طالما قلت الريديوس والراديشن والحته دي فانت فاهمها كويس، ففيها تفاصيل وانا قاعد ايه عارف انت عصرها عشان تخلص في نص ساعه. وانا لو فمعلش عايز بقى. اخد الديتيلز دي كلها يا دكتور، دي كده تبقى في الفيرا ستادي اللي حضرتك قلت عليها، لو انا حابب اعرف الديتيلز ايوه اكتر. بالظبط كده. بالظبط كده. معلش قول لي بس حضرتك مش بس، بتوع الفيرا الفيرو دي هم. اختصار لايه الفيرا؟ فاير اكسبلوجن، فاير اند اكسبلوجن ريسك اسسمنت، فاير اند اكسبلوجن ريسك اسسمنت. احنا هننوه عليها بكره في السيفتي ستادز. تمام، شكرا لحضرتك يا دكتور. تحت امرك، تحت امرك. حددوا تاني سؤال يا شباب، انا بس هاخد كام سؤال كده عشان نلحق نقفل المحاضره قبل الدقيقه اللي تخلص دي. باشمهندس علي حسن. ماشي يا باشمهندس علي، اتفضل يا باشمهندس علي. ماشي. طيب ايه تاني؟ شكرا. منافات، حاضر. مهندس نهال اشكرك. ما هي الخطوات مهندس قصدين، ما هي الخطوات اللي الستارت اب اند شت داون؟ بص، كره او موضوع الستارت اب والشت داون والكوميشننج، بري كوميشننج، كوميشننج ستارت اب، الموضوع كبير جدا. ممكن نعمله ده، ممكن ياخد 5 ايام مننا، ممكن نعمله في مره تانيه لوحده، ده فيه تفاصيل كتير قوي. الكوز اند افكت بواسطه بي ال سي كنت، ايوه ممكن ننفذه فعلا باشمهندس عبد الرحمن، باشمهندس عبد الرحمن ممكن ننفذه فعلا بالبي ال سي بروجرامبل لوجيك كنترولر. فعلا الناس بتوع الانسترومنتيشن بينفذوه كده، الكوز اند افكت بتنفذ بالبروجرامبل لوجيك كنترولر. عشان بس انا عارف ان انا وصلت للتايم بالظبط. ليه في ويت ودراي؟ حلو قوي السؤال ده. ليه في ويت ودراي فلير؟ هننوه على السؤال ده بكره، انا هكتبه اهو، ويت ودراي فلير. حاضر. ايه تاني؟ الفرق بين الكوزند افكت والهازو ستادي. بص يا جماعه، الكوزند افكت احد الدوكيومنت اللي بتدخل بيها الهازو، ما ينفعش تدخل الهازو من غيرها. يعني الكوزند افكت بتبين الاول. طب افرض انت في الهازو طلعت ريكومنديشن ان انت تضيف الارم على المعده دي، بترجع ليتر تعدل الكوزند افكت بناء على الهازو اوت كام. تاني، الكوزند افكت فيه اقفل امتى وازاي؟ بعد ما خلصوا اخد هو البي اند اي دي والبي اف دي والبروس ديسكريبشن واروح اعمل بيهم هازو. بعد ما خلصت هازو طلبت تعديلات في الكوزند افكت، اعمل التعديلات في الكوزند افكت بناء على الهازو ستادي. يعني الدوكيمنت بيدخل الهازو والهازو بيطلع تعديلات في الدوكيمنت اللي دخلها، عادي جدا مفيش منه مشكله خالص، لان البي اند اي دي نفسه بندخل بيه الهازو، بعد ما ندخل بيه الهازب بنعدله بناء على التعديلات اللي طلعت من هازب. يا رب اكون عرفت اجاوبك السؤال. اشكرك يا باشمهندس عبد الرحمن على الكومنت بتاعك الجميل. يعني باشمهندس اسدين موسى اشكرك.
مساء الخير يا دكتور. اهلا بيك فندم علي، اتفضل. انا علي حسن، مهندس عمليات من سوريا. دكتور، شرفتنا دكتور، نورتنا. شكرا على المحاضرة القيمة. دكتور، اولا مشكور جزيلا. دكتور، في سؤال سريع. هلا نحن انا بروسس انجينير بمعمل غاز توينان شمال المنطقة الوسطى. الشركة المصممة هي الاس تي جي الروسية، وفي معمل ثاني معمل الجنوب كمان نفس الشركه التصميميه. المعمل الجنوب هو طاقه تصميميه بتوصل لل 10 مليون متر مكعب يوميا. المعمل عندنا هون بتوينان 3.3 مليون متر مكعب. المسافه هناك بين المعدات بالمعمل غاز الجنوب يعني احيانا بين السويتنينج والديهايدريشن تتجاوز 15 متر، بينما هون عندنا بالغاز توينان رغم طاقه التصميميه الاقل تتجاوز ال 40 متر. فلحتى هلا عم نسأل سؤال ما حدا ما يعرف شو الجواب، ولا ما نعرف طيب تصميميا شو السبب لهالمشكلة هاي. بص سيدي، السؤال بتاعك مهم جدا، وتحياتي لكل اهل سوريا يا حبايبنا، يعني احنا بنحبكم كلكم على فكره. مشكور بص، جزيلا يا دكتور، نحن الله بالأكثر. يخليك، الله يبارك فيك. بص بقى، في نقطه كونفليكت كده بتعمل لخبطه. لما باجي اصمم المسافه بين المعدات، او اصمم فلير سيستم، او اصمم بلو داون سيستم، تركيزي على الانفنتوري، يعني كميه الغاز المحبوسه جوه المعده، لان هي دي، يعني الازازه دي جواها مثلا ميه قد كده. الازازه دي ممكن يدخل لها من هنا تمام. غاز ويطلع من هنا. فالفلوريت فاكتور، خد بالك، الفلوريت فاكتور والانفنتوري الغاز المحبوس فاكتور تاني. يعني ايه؟ يعني ممكن تكون البلانت اللي الساعه بتاعتها اصغر، حجم معدتها اكبر. هل ده ممكن؟ ايوه، ما انت ممكن في السيبريتور محتاج ريزيدنس تايم عالي، كويس كده، وقت استبقاء جوه السيبريتور عالي، فبالتالي حجم السيبريتور يكبر بسبب فاكتورز تانية، زي مثلا البريشر، زي التمبريتشر، زي الفيسكوستي. فممكن كميه فلويد داخله السيبريتور مثلا 1000 برميل في اليوم، فالسيبريتور لانها كبير قوي، وسيبريتور تاني بيعالج 10000 في اليوم وحجمه صغير. ليه؟ لان انت عايز في ده زمن استبقاء كبير فحجمه كبر. تيجي تعمل فلير سيستم لده ولده، رغم ان الفيد هنا اقل، بس الفلير سيستم اكبر عشان الانفنتوري المحبوس كبير. ده فاكتور. السبب الثاني ممكن تكون البلانت اللي كراودد، لازقه في بعضها، دي اتعمل لها فيره واتحسبت الحسابات بدقه شديده. البلانت الثانيه ممكن ما اتعمل لهاش فاير اكسبلوجن ريسك اسسمنت، فقاسوا المسافات اللي هو ايه، بحد امان زياده، لان احنا ما عملناش حسابات. زي بالظبط كده، انت ايه، رايح تشتري حاجه من السوبر ماركت، من المحل، فانت مش عارف هتشتري ايه بالظبط، فخدت كميه فلوس ازيد شويه، فعملت حسابك بزياده شويه. طب لو انت عارف هتشتري ايه بالظبط، هتاخد فلوس بالظبط، هاخد معاك فلوس بالظبط على قد ما انت عايز بالظبط. فانت كل ما عملت حسابات اكتر بتقرب المسافات اكتر بين المعدات، لان انت عملت حسابات زياده. لو عملت فاير اكسبلوجر ريسك اسسمنت هتلاقي مسافات قربت، لو ما عملتش بتقول تاخد بالاحوط فتبعد المعدات عن بعضها. ارجو ان انا باشمهندس علي اكون جاوبتك. لا تمام دكتور، انا فهمت عليك. بس هلا كفكره عندنا بالمعمل، معمل غاز الجنوب تم بنائه وتصميمه قبل معمل غاز توينان. معمل غاز توينان بدا تصميمه بال 2009، معمل غاز الجنوب بدا بال 2005 2006. غاز الجنوب طاقته التصميميه اكبر، الكميه السوائل كميه الغاز فيه اكبر، ورغم هيك المعدات ضخمه جدا. يعني مثل السكرابر تبع التي اي جي او المجفف يعادل ثلاث اضعاف اللي عندنا سكرابر التي اي جي اللي عندنا. ف البريشر كام يا باشمهندس علي؟ هلا البريشر عندنا للامانه للاسف نحن نازل الضغط جدا عندنا هلا بالمعمل الغاز توينان لا يتعدى 21 بار، بينما حلو بغاز جدا. الجنوب 31 بار غاز بص، خارج المعمل. التصميم وانت بتصمم، انت ممكن مثلا تي جي بالذات، ترى ترينج لايكو عشان الناس اللي معانا، يعني في جداول كده، في جداول هبقى ابعتها لك. انا هحط الميل بتاعي بس كده، ايه، بسرعه عشان الناس لو في اي اسئله او حاجه هحطه في الاخر، يعني معلش معلش الناس هتاخركم شويه. هبعت الميل بتاعي على الشات عشان عايز بس هبعت لك، ابعت لي ميل قول لي انا عايز الداتا بتاعت تي جي. وانت بتعمل سايزنج للتاور بتاع التي اي جي، في فاكتورز مهمه جدا، منها الاوبريتنج بريشر، اوبريتنج تمبريتشر، ووتر كونتنت بتاعت الغاز.
كويس كده. والفيد فلو ريت يعني انت مثلا بتعمل تريتمنت ل 3 و3 من 10 متر والتاني 10 مليون 10000 متر مثلا وات ايفر ايا كان الفلو ريت، فبتدخل بالفلو ريت والاوبريتنج بريشر والاوبريتنج تمبريتشر والتارجت ووتر كونتنت وتيجي عامل سايزنج لقطر الايه التي جي كونتاكتور. تمام كده؟ تمام. ممكن بلانت ثانيه فلو ريت اكتر بس الاوبريتنج بريشر اعلى يبقى القطر اصغر، مع ان الفلو ريت اكبر بس الاوبريتنج بريشر اعلى. تمام. فيحصل ايه؟ الفلو ريت ازيد بس البريشر اعلى فالقطر يصغر. فهمتني؟ القطر يصغر. تمام. ليه بقى؟ تمام. ليه بيحصل كده؟ لان حجم الغاز الغاز عند اللو بريشر زي ما انت فاهم بيبقى كبير شويه. اتفضل. تمام. بس مش المسافه بين الوحدات دكتور، المسافه بين وحده السبوتينينج ووحده التي اي جي لحد تمام. الان انه لحد الان مثل ما حكيت لك انه الكميه اكبر بغاز الجنوب الخطر المسافات اقرب كميه مسافات قريبه، عندنا بنفس الشركه التصميميه معملنا مصممه احدث من معمل الجنوب ولكن نفس التصاميم ونفس كل شيء، بس والمسافه حطوها 40 متر يعني مسافات المعمل عندنا بغاز لا لا في بس في بس خد بالك في كونسترين بس كده عشان تبقى فاهم، في فاكتورز كتير انا مش عايز افتح معاك بس في فاكتورز كتيره بقى زي ايه مثلا؟ خد بالك انا مش عايز افتح معاك مش عشان انا مش عايز اجاوب، بالعكس انا سعيد جدا بسؤالك وبعدين انا بحب جديد. السوريين بحب الناس بتوع سوريا فانا عايز اقعد بقى اجاوبك انت بس يعني اركز معاك النهارده. مشكور جزيلا دكتور. الله يخليك. اقول لك انا ممكن مثلا وانا بعمل المسافات بين المعدات الفاير فايتنج سيستم هنا عامل بي فاير وولز عامل ستاير بالميه، هناك مش عامل. ممكن انا هنا عندي الارض واسعه وفي حريه في الحركه، هناك مفيش. تمام صح حلو كده. ففي فاكتورز بتضغطني فبدل مثلا في نقطه مهمه جدا دي انا تعرضت لها في بلانت، دي نقطه مهمه جدا جدا فاكتور في اللي انت بتقوله ده. ايه هو بقى؟ ساعات انا بفصل مسافات بعيده بين المعدات عشان اعمل حاجه اسمها الفاير زون. ايه الفاير زون دي بقى؟ يعني بقسم البلانت الفاير زون، يعني مثلا لو حصل فاير في الـ في الـ في, الـ في السويتنينج يونت اعزلها لوحدها واعمل لها ديبريشرايزنج لوحدها وما اصفيش الباقي لان هي مسافه كبيره. صح كويس. فاعمل لها فاير زون او سكشنالايزنج. سكشنالايزنج او التقسيم هو انت بتقسم البلانت الاجزاء فلما حته يحصل فيها مشكله تقفلها لوحدها. في البلانت الكراودد في البلانت المزدحمه غصب عنك لازم تصفي كله فالديبريشرايزنج بياخد كله مع بعض فبتحصل لوسز كتير. اتفضل. بهالحاله العوامل المختلفه بين المصمم عليها معملنا ومعمل جنوب. تمام. هيك في عوامل كتيره هتلاقيها مختلفه. حتى لو كانت الفورم شبيهه سوري اسف فورم ايه حتى لو كانت نفس الايه الغاز هو بس ظروف الديزاين هنا على فكره ممكن تبقى ظروف الديزاين اللي بيراجع الورق. في واحد بيراجع الورق وضميره صاحي ضميره صاحي ومركز قوي وفي واحد بيراجع الورق وايه والدنيا معاه سهله. خد بالك كل مشروع له ظروف. يعني في مشروع في المهندس علي حسن شاطر ومركز، في مشروع في محمد عبد الرؤوف مش مركز فتلاقي الدنيا مش مظبوطه قوي معاه. مشكور جزيلا يا دكتور، مشكور كتير حبيبي. ربنا يبارك فيك وفي سوريا كلهم ويزيدكم خير يا رب. شباب انا مضطر اقفل المحاضره دلوقتي من ناحيتي على الاقل، وبشكركم على الايفالويشن بتاع امبارح الحقيقه ووصلني الايفالويشن بتاعكم مشكورين جدا يعني واديتوني اكتر من حقي. وبسألكوا تاني معلش انا بتقل عليكم شويه، ادعوا لابويا وامي وادعوا لابوكم وامكم وبوسوا ايدين ابوكم وامكم ورعوهم، واللي ملوش خير في والده ووالدته ملوش خير في حد، واللهم اكرم من علمني ومن علمته، ويا رب نتقابل كلنا في الجنه ان شاء الله. وبشكر اسمي الازهر تاني، بشكر اساتذتي في جامعه الازهر وجامعه اسكندريه تاني، وبشكر كل اللي اخذ من وقته وحضر لي النهارده واللي قاعد استنى 11 دقيقه زياده. ويا رب يا شباب كده اكون قدرت ان انا اوصل حاجه تنفعنا وتنفعكم ان شاء الله. في الدنيا والاخره. المايك معاكم بقى اس بي الازهر، اتفضلوا.
والله شكرا جدا يا دكتور على الكلام الجميل ده، وشكرا جدا على السيشن الرائعة، وبجد كانت جميلة جدا والله، وشكرا جدا برضو للشباب اللي حضرت واستنت للآخر، وبس يا شباب معلش ما ننساش نملى الفورم والفيدباك، وإن شاء الله هنزلها تاني في الشات بوكس، ونشوفكم بكرة بقى بإذن الله. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.